يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة لافتتاح صالة الكاراتيه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وفي الحقيقة حدث هام جدا جدا هو إنشاء هذه الصالة، لأن هي أصلا ما كانش فيه صالة في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، والصالة الوحيدة اللي احنا كلنا عارفينها كانت في مقر النادي بمدينة نصر. وبالتالي خطوة مهمة ومميزة ومناسبة أكثر من رائعة بالنسبة لكل أسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي وكل أعضاء النادي الأهلي وكل محبي هذه اللعبة، أن يكون في صالة متواجدة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وفي الحقيقة هي صالة على أعلى مستوى، وخلال حلقتنا النهاردة أو خلال هذه التغطية الخاصة هنشوف كل اللقطات وكل ما يخص هذه الصالة، اللي أكيد حدث هام وسعيد جدا بالنسبة لكل الأهلوية ولكل أعضاء النادي الأهلي وأسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي بالتحديد. بالتالي هنكون معاكم لحظة بلحظة بخصوص هذا الافتتاح اللي أكيد هيحضره مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في حضور كمان وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وأيضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفي طبعا حضورهم جميعا لهذه المناسبة وافتتاح هذه الصالة الهامة جدا بالنسبة للكاراتيه في النادي الأهلي. خليني في البداية أرحب بضيوفي الأعزاء، أستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي باليوم السابع والناقد الرياضي الكبير. أستاذ عصام منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك رئيس التحرير التنفيذي. رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، أخبار حضرتك إيه؟ تمام كله تمام، منورنا دايما. تمام دايما يا رب في مناسبات سعيدة، وطبعا سعيد ان انا مع مجموعه بتعمل بصدق في اعلام يميزه انه خارج من منظومه مؤسسيه بتحترم جمهورها بتحترم ملاكها الاصليين زي ما الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره لما كانوا مرشحين كانوا بيحطوا علامه مميزه تجديدا لعهود تسلموها كابرا عن كابر اسمها عائله الاهلي. فانا اللي ببقى سعيد وانا معاكم. اهلا وسهلا بحضرتك، كمان بينورنا وبيشرفنا الكابتن خالد فضل مدرب الكاراتيه بالنادي الاهلي. كابتن خالد منورنا. نور حضرتك كابتن امير، شرف ليا ان انا اكون موجود في الاحتفاليه بانشاء صاله الكاراتيه في الجزيره. حلم لاسره الكاراتيه الاهلاويه. وعد كابتن خطيب ومجلس ادارته المحترم ونفذ خلال عام. وعد واوفى. ده حلم لاسره الكاراتيه من 17 سنه ان يبقى في صاله. من 17 سنه. 17 سنه. فده حلم واحتفاليه فعلا لاسره الكاراتيه الاهلاويه، لعيبه ومدربين ورئيس منظومه، وكمان بيشارك فيها كلاعب وكعضو مجلس اداره دكتور مهند. مهند مجدي طبعا. أكيد يعني شيء مهم وحدث مهم زي ما بنقول لحضراتكم، ومجلس الإدارة في الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيتحرك بجميع الأصعدة وجميع المجالات داخل النادي الأهلي تحديد، سواء الجانب الرياضي، الجانب الإنشائي، الجانب الاجتماعي، كلها سبل مهمة جدا بتهم كل الجماهير الأهلوية وأكيد بتهم أعضاء النادي الأهلي. أستاذ عصام شلتوت، كيف ترى هذا الحدث وبعد 17 سنه كان حلم بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي وبالنسبه لاسره الكاراتيه في النادي الاهلي ان هم يكون عندهم صاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره؟ احنا عارفين ان كانت هي خيمه، عباره عن خيمه في البدايه خلف ملعب كان خلف استاد التتش في اللعبه. ما شاء الله واحد من المدربين المتميزين، ويعني صحيح النهارده سعادته باديه عليه طبعا، لكن مؤكد ان وجوده هنا كان مهم لانه من اهلها، من اهل اللعبه يعني. اكيد هو كان دلوقتي عنده مشاعر متضاربه، كان عايز يبقى موجود لحظه الافتتاح اللي انتظروه كاسره كاراتيه حتى قبل الاسره الكبيره اللي هي اسره النادي الاهلي. الحدث في حد ذاته زي ما قلت لك في تواصل لمؤسسه بتحترم كلماتها، مؤسسه لما بتاخد توكيل في كل مجالس ادارات النادي الاهلي من الملاك، وانا دايما بحب قوي دي في النادي الاهلي، بقول لك احنا وكلاء الملاك، ما احناش جايين يعني اداره يعني وكان الناس دي هي عندنا واحنا بنسدي لها اعمال او بنصنع لهم معروف، لا، لكن بقول لك نحن وكلاء عن الملاك، نحن نحقق احلام اسره انتخبت من بينها هذه المنظومه العدديه، رئيس ونائب وامين صندوق، ثم ايضا معانا على الشاشه دي لقطات يا استاذ عصام على الشاشه معانا من الخيمه القديمه اللي كان فيها تدريبات فرق الكاراتيه بالنادي الاهلي. يعني هي كانت زي ما بقول لحضراتكم خلف ملعب التتش وخلف كمان ملعب التتان الخاص بفريق الشمس وخاص باعضاء النادي الاهلي بشكل عام اللي بيلعبوا خماسي عليه، كانت عباره عن خيمه صغيره زي ما احنا شفنا كده او زي ما احنا شايفين في الصوره طبعا في هذه اللحظات.
ده الشكل القديم. الحديث بقى هنشوفه في اللي جاي اكيد هيبقى شكل اكثر من رائع وسعيد. ده اللي بقوله بقى لحضرتك انه هنا بتتحط ضوابط، ضوابط في التنفيذ. ولو حضرتك فاكر لما كنا بنسال اثناء الاعداد للانتخابات وعقب اعلان برنامج مجلس الاداره اللي ربنا وفقهم بثقه الناس، كان لأول مرة تقريبا في النادي الأهلي عاهدنا أن تكون هناك عهود وتنفذ أو ينفذ الأغلب منها، لكن أول مرة يتقال زي ما الكابتن خالد قال بعد سنة تشوفوا كذا، بعد ست شهور تشوفوا كذا، بعد سنتين ممكن يبقى في كذا وكذا. حتى الأشياء اللي فيها امتداد للحلم زي المدينة الرياضية والاستاد طبعا الكلام فيها ما كانش مؤرخ. ليه؟ لأنها دي بقى حلم الدورة اسمه صح. يعني حلم الأربع سنوات او هنقول عليها الدوره الانتخابيه. وبالتالي اعتقد ان النهارده لو عملت مقاييس لحاله يعني الانشراح عند الاهلاويه اللي هو الجمهور قبل حتى اعضاء الجمعيه، هتجد انه في حاله من السعاده بتسيطر عليهم لتواصل نفس المسيره الا وهي ان تعد وتنفس. طيب كابتن خالد، يعني المصداقيه بتاعت عنوان مجلس اداره النادي الاهلي، في الحقيقه هم ايام الانتخابات كانوا بيقولوا ان احنا هنعمل صاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره وهي خاصه بالكاراتيه. النهارده بنشوف الحلم على ارض الواقع، وخصوصا بعد ما انت قلت بقى لنا 17 سنه كنا بنحلم الحلم ده. شايف الحدث النهارده ازاي وبيمثل لك ايه؟ هو الحدث بالنسبه لي كمدرب وكعضو جمعيه عموميه كويس. كمدرب مجلس الإدارة حقق السلامة والأمان للعيبة اللي موجودة جوه التدريب. السلامة والأمان في المقام الأول، لأن كنا بنعاني جدا في الصالة القديمة مع عوامل تعرية الشمس والمطر. البساط كان يبقى ممسوح خالص. أقل شيء ممكن يحصل للاعب يا التواء يا مسك، ده أقل شيء. يعني كان أكثر عرضة للإصابات بكم كبير جدا بنسبة كبيرة جدا. الشمس كانت تاكل في البساط، واحنا في المطرة يومين زي دول ما نعرفش نتمرن خالص. المطرة تمطر علينا، ندور على مكان فاضي نقدر نتمرن فيه، وبعد ما المطرة تخلص نرجع تاني. فالسلامة والأمان للعيبة اللي وفرها مجلس الإدارة دي لها ثمن كبير جدا في المصداقية والوعد اللي نفذه مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود خطيب. كعضو جمعية عمومية المصداقية في مجلس الإدارة والثقة اللي منحها لأسرة الكاراتيه الأهلوية يقول فعلا اختيارنا للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته على حق، دول اهل ثقه للنادي الاهلي بكل اطوافه بكل الالعاب، وباخص اسره الكاراتيه لانه حلم حققوه 17 سنه. كويس. فانا كمدرب وكعضو جمعيه عموميه ممتن لكابتن خطيب ومجلس الاداره، بالاضافه ان دكتور مهند اللاعب نفسه ممتن لانه هو حلم وعاش الحلم ده وساعد في تحقيق الحلم ان هو يكون موجود. فامتنان لمجلس الاداره ملوش ثمن غير ان هو الثقه في مصداقيتهم والوعد وتنفيذ الوعد. هم اهل ثقه ان اختيارهم ونجاحهم ان هم يكونوا مسؤولين ووكلاء زي ما قال الاستاذ عصام لاعضاء النادي الاهلي. هو يعني تعبير مهم قوي قاله الاستاذ عصام شلتوت طبعا الناقد الرياضي الكبير، وان مجلس الاداره هم وكلاء لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. اصل لو ينفع كل الجمعيه تجد اماكن، لو بالزبط. فتحنا الخيال يعني ويديروا بانفسهم هتلاقي مثلا 300 وحاجه الف عضو هيقعدوا، بس هيقعدوا فين؟ فبيختاروا من بينهم من لديه كل هذا الحجم من الخبرات والثقه، ثم فكره أن يكون قد تربى في النادي. وعشان كده دكتور مهند النهارده هتجد أنه هو مش علشان ملف الكاراتيه في يد عضو من اللعبة، لا هو نفذ مع باقي ما طرحه. تمام. طيب خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي هناك في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان يقول لنا كل التفاصيل الخاصة بالافتتاح النهاردة ومين الحضور حتى الآن في مقر النادي بالجزيرة. شريف مساء الفل عليك، قول لنا كل الأخبار اللي عندك هناك.
مساء النور عليك زميل امير، تحياتي لحضرتك، تحياتي طبعا استاذنا الكبير استاذ عصام شلتوت ونجم مصر طبعا الكابتن خالد فاضل نجم الكاراتيه، واهلا لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن اي عائله النادي الاهلي اللي افتتحت تحيات تتوالى في النادي الاهلي فرع الجزيره كما وعد مجلس الاداره. الانجاز تلو الانجاز، الانجاز تلو الانجاز، النهارده انجاز جديد بيضاف الى انجازات مجلس الاداره والنادي الاهلي بصفه عامه، صاله جديده للكاراتيه. يمكن لعبه الكاراتيه يمكن بيمارسها في النادي الاهلي حوالي 3000 لاعب، النهارده على موعد جديد مع افتتاح صاله تدريبيه على اعلى مستوى، يمكن تجهيزات صاله مكيفه بالكامل، مكان للاعضاء عشان يتفرجوا على اولادهم، يمكن بساط ولا اروع ولا اجمل، اضاءه LED على احدث مستوى. يمكن مجلس الاداره طالما قال هنعمل بيعمل حاجه على احدث مستوى تواكب العصر اللي يمكن الدولي، يمكن تطور الدولي اللي بيحصل في العالم كله. يمكن الافتتاح كمان قليل، يمكن الساعه 6 مساء طبعا بحضور رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وهيكون موجود طبعا معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وهيكون موجود ايضا يمكن الوزير محافظ القاهره. يمكن الكل في انتظار هذا الافتتاح العظيم، الكل في انتظار موعد جديد هيكون في 6 مساء، انجاز جديد بيضاف الى عائله النادي الاهلي، صاله كاراتيه على احدث مستوى، صاله كاراتيه تليق بعضو النادي الاهلي. طيب شريف خليني اسالك سريعا، هل في حضور دلوقتي من اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي ولا لسه كله هيجي او هيتوافد فيما يقرب طبعا من الساعه 6؟ لا طبعا هو لحد الان ما فيش يعني الاعضاء متواجدين، يعني مجلس الاداره متواجدين، وانا داخل الكابتن خطيب طبعا شفت الدكتور مهند مجدي طبعا بطل مصر والكاراتيه، بس لسه ما تواجدوش عند الصاله هنا، بس المتواجدين الاعضاء اللي خلفي، ويمكن الصاله يمكن بيمارس فيها بعض اعضاء النادي الاهلي ابطال مصر. تمام، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. طبعا شريف شعبان مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الاخبار حتى الان في صاله النادي الاهلي، صاله الكاراتيه بمقر الجزيره، وهذا الحدث الجديد ويعتبر تاريخي لانه فتره كبيره زي ما قلنا ما كانش فيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب كابتن خالد، عايز اسالك على مدار السنوات السابقه، وحضرتك كنت بتقول 17 سنه كان حلم بالنسبه لاسره الكاراتيه في النادي الاهلي، ما كانش في اي محاولات للتواصل مع مجالس الادارات السابقه بخصوص انشاء هذه الصاله؟ هو رئيس المنظومة الدكتور مراد عاصم والمدير الجهاز الدكتور محمد حسن تواصلوا مع مجالس الإدارة السابقة، ولكن بلاش إن أنا أحمل مجالس الإدارة السابقة إني ما تمش إنشائها، ولكن بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته على تنفيذ الحلم والوفاء بالوعد. هم اكيد كانوا بيحاولوا، يعني احنا برضو يعني كل مجالس الادارات السابقه ليهم كل التقدير والاحترام بشكل كامل بكل تاكيد، لكن وارد ان يكون كان ليهم ظروف خارجه عن ارادتهم خلتهم او عطلتهم ان هم ما ينشئوش هذه الصاله، لكن اكيد شيء يحسب لمجلس الاداره الحالي. ده حقيقي، المحاولات رئيس الجهاز الدكتور مراد من 17 سنه مستمره، كل مجلس اداره يشرف ان هو يكون مسؤول عن النادي الاهلي كان بيتعرض الموضوع، لان المشاكل كانت دايما بتزيد. يعني انا عايز اقول لحضرتك مثلا ان احنا جنبينا مستشفى المعلمين، سيجاره تترمي فوق الخيمه، كانت حصل بالفعل، حصل بالفعل. يعني زي ما بقول ان كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم انشاء للصاله حافظ على السلامه والامان لاسره الكاراتيه الاهلاوي، لان المعاناه اللي كانوا بيشوفوها كان فعلا في الخيمه بيترمي سجاير من مدرسه المعلمين، وحصل حريقه قبل كده، والحمد لله ربنا سترها وعدت على خير. الا في امشير وتراب ما حدش كان بيقدر يروح يتمرن خالص، ولكن كنا بنلتزم بالتدريب لان احنا كان عندنا بطولات وابطال النادي الاهلي لابد بيها. فمحاولات عديده تمت ولكن لم ينفذ ايا كانت الاسباب، ولكن يحسب لمجلس كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المحترم هذا الانجاز التاريخي فعلا. هو حلم، يعني صاله كاراتيه الجزيره حلم لاسره الكاراتيه ويليق بابطال العالم في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مليء بابطال العالم كاتا وكوميتي. فانجاز وحلم هي فرحه فعلا لينا كلنا كجهاز وكاسره وكاجيال عدت كتيره قوي كان نفسها تبقى عندها صاله فخمه ومشرفه بهذا الاداء، يعني صاله خاصه بها ككاراتيه. لا ده حاجه
ممتنين ليها جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. شكرا ليهم جدا على هذا. ممتنين مهما قعدت طول البرنامج اقول ممتن لمجلس الاداره لانه 17 سنه معاناه في ان ما فيش صاله كاراتيه، ما فيش سلامه وامان، اصابات لعيبه، حاجات كتيره احداث توالت، ولكن الحمد لله ان ربنا اتمه ان شاء الله على ايدين مجلس اداره كابتن محمود الخطيب. اكيد ده شيء مهم وواجب لمجلس اداره النادي الاهلي، هو في الحقيقه واجب، يعني مش يعني عاملين حاجه كويسه بصراحه ان هم ينشأوا هذه الصاله يا استاذ عصام. لكن برضه عايز اسالك فيما يخص مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد وتحركه في العديد من الاتجاهات، سواء الجانب الاجتماعي، الجانب الرياضي، الجانب الانشائي. يعني الحدث بتاع النهارده ده انشائي رياضي، انت بتنشئ صاله ما كانتش اصلا موجوده، كانت خيمه، وفي نفس الوقت بتساعد الجانب الرياضي من خلال طبعا لاعبي الكاراتيه بالنادي الاهلي. فالجميل في مجلس اداره النادي الاهلي الحالي يا استاذ عصام ان هو بيتحرك في كل الاتجاهات، لو في اي اخطاء بيعالجها في مختلف الالعاب ومختلف المجالات داخل النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم ولكل طبعا مشاهدي الاهلي وعشاقه، انه ما لديك من منظومه هو تاكيد لبشرى النجاح، تاكيد لامل في النجاح، بمعنى انه كل الملفات مفتوحة، لكن أحيانا تفتح الملفات على كامل صفحاتها لمجرد أنها تبقى موجودة فتنفذ سطر من هنا وعنوان من هنا وكذا كويس. لكن مع المجلس الحالي الحقيقة الأمر أكثر تنسيق، الملفات أكثر تنسيق طبعا. الملفات تفتح بعنوان ولها أيام وساعات وجداول زمنية لتصل مرحلة الإنشاء في لعبة الكاراتيه، تحتاج صالة وهو أقصى الطموح، ربما الأدوات تنقص بعض الشيء أو تحتاج تجديد، هتلاقيها داخلة دلوقتي على ما أتصور. ليه؟ لأنه في سيستم حتى في التنفيذ. ستجد أنه في مدينة نصر العمل على قدم وساق في بعض المنشآت الأخرى فعلا. ستجد أن هناك تواريخ لافتتاح فرع التجمع، ومن ثم لم تفتح أبواب الاشتراكات أولا، لا، اولا عقدت الدراسه واكثر من جلسه لمناقشتها، اللي هو متى تبدا في فتح باب الاشتراك وبكم عضويه، حتى تصل لرقم من الناس مش من الفلوس، واخد بالك، تؤدي لهم خدمه في مكانهم وطنهم الرياضي زي ما بيقولوا الاهلاويه دايما. وبالتالي المنظومه واصله لانها الاجيال اللي موجوده فيها مع كابتن محمود الخطيب أكلت وشربت مع الخبرة بما يكفي. عشان كده يا أخي ما فاتهمش وهم يعقدوا اجتماع مجلس أنه قاعة الاجتماعات اللي في مدينة نصر يطلق عليها اسم قاعة الكابتن أنا سعيد حسن جدا محمد. بصراحة بالقرار ده حاجة رائعة. لم يكن لهذا القرار تنويه، لم يرسل للإعلام، ولو أنه ده كان أداء إعلامي لابد منه، لكن أنا متأكد أن المجلس ورئيسه كابتن محمود الخطيب فرضوا عليها مش السرية، أنه هو العمل المعتاد، لأنه ده أكيد كان في الأجندة، ومن ثم ما قالش غدا مجلس إدارة يعلن صالة باسم الكابتن حسن حمدي، لأنه ده الطبيعي، ده المنطقي، اعترافا بكل من قدم، اعترافا لواحد من كبار العائلة الأهلوية، كما يدين الآن مجلس الإدارة للكابتن عمرو الخطيب بأنه يحمل شارة الكابتن اللي هي رئيس النادي. وبالتالي مع منظومة كرة القدم الكل قال أن هذا الملف موجود مع الكابتن محمود الخطيب. بالزبط. ده اللي يخلي كل أهلاوي عنده دايما طموح أنه القلق لا يتسرب له، وعشان كده ما تلاقيش أهلوية بيناقشوا التفاصيل أو عايز يحصل على أسرار دقيقة لما يدور على طاولة مجالس الإدارات. الثقة بخليها القصة بتمشي بمنتهى الحميمية، لأنه الحالة الوحيدة الذي يعلن فيها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي أو كما تربوا زي ما قلت لك جيل بعد جيل، هي أن يخرج ليؤكد أن هناك موانع لاستكمال كذا مثلا. لكن أن يتحدث ببهرجة عن إنجازاته وما يقدمه، فدي مش عادة أهلوية. يعني بجد يعني أستاذ عصام شلتوت تطرق لجزئية مهمة جدا، وهو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس في الاجتماع اللي كان في مقر النادي، واللي استقروا فيه أو قرروا بشكل نهائي فيه ان يكون قاعه الاجتماعات بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر تحت اسم او باسم طبعا نجم كبير جدا هو كابتن حسن حمدي، كان نجم طبعا في كره القدم واحد اعظم الرؤساء في تاريخ الانديه على مدار التاريخ في الحقيقه، يعني قيمه وقامه كبيره وقرار اكثر من رائع من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب
قبل ما اروح للكابتن خالد فضل خلينا نروح تاني لمقر النادي الاهلي بالجزيره وزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي محمد توفيق ولقاء هام جدا مع دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. اهلا بك يا امير، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام استاذ عصام شلتوت وكابتن خالد فضل. يعني الدقائق معدوده ان شاء الله ويتم ازاحه الستار عن صرح رياضي جديد داخل النادي الاهلي وسله الكاراتيه بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن هيكون موجود كابتن محمود الخطيب على راس اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، يرافقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. ودلوقتي معانا في اللحظات دي دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، كلمنا اكتر عن صاله الكاراتيه النهارده والاضافه اللي هتقدمها للنادي الاهلي. يعني يا دكتور برحب بحضرتك في البدايه، يعني النهارده افتتاح صرح قبل التسجيل حضرتك قلت لي من زمان واحنا مستنيين صاله كاراتيه بالمستوى ده في النادي الاهلي، يعني كلمنا النهارده عن الصاله وعن الاضافه اللي يعني بتضيفها لجهاز الكاراتيه في النادي الاهلي. الحقيقه في جيل كامل بيستنى هذه الصاله، لان الكاراتيه ابتدى في النادي الاهلي سنه 72 وما كانش ليهم ملعب مخصص، وقعدوا فتره طويله جدا يحاولوا يعملوا فرق لحد ما ربنا اراد وبدا النادي الاهلي يتصدر مسابقات المحليه ثم يحتل نسبه كبيره من المنتخبات القوميه ثم النتائج العالميه، لدرجه ان اسم النادي الاهلي النهارده في لعبه الكاراتيه اصبح من اكبر الاسماء في الانديه العالميه. الصاله دي احنا في انتظارها من 20 سنه وهي النهارده تتويج لجهد كبير جدا لمجالس ادارات كتيره جدا ولاجيال من لاعبي كاراتيه بالنادي الاهلي واجهزتهم، والحقيقه ده جهد مشكور وما زال في تطوير اخر جاي للنادي الاهلي في لعبه الكاراتيه، ان موجود على رسومات الشيخ زايد ان شاء الله صاله للكاراتيه مخصصه ليه مجهزه بتجهيزات عاليه جدا نتيجه ان هناك المساحه متاحه كبيره، مساحه النادي الاهلي في الجزيره مساحه صغيره، وان احنا نحصل على ترخيص لهذه الصاله كان مساله من اصعب المسائل وده سبب تاخيرها. الصاله دي هتخلي اولاد الجزيره يقدروا يزودوا عدد ساعات التدريب، لان احنا كنا وصلنا ان الجزيره مش قادرين يتمرنوا فعلا، مفيش مكان، وكنا بنضطر نوديهم مدينه نصر يتمرنوا هناك، فده هيلبي احتياجات كتير من اللاعبين، هيريح كتير من اعضاء النادي، لان لعبه الكاراتيه كل اولادها من اعضاء النادي. ان شاء الله بنوعد باستمرار النجاح، لان الحمد لله احنا عاملين نتائج على كل المستويات هايله جدا، والوعد بعد الصاله دي انها تستمر وتزيد لو امكن، مش عارف تزيد ازاي بس هنحاول يعني. دكتور مراد عاصم نشكر حضرتك ونتمنى لكم دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. الله يخليك، انا متشكر جدا، وتحياتي لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، تحياتي لمعالي وزير الشباب والرياضه ابن لعبه الكاراتيه دكتور اشرف صبحي من ابناء لعبه الكاراتيه، وده شيء جميل بالنسبه لنا ان حد من اولاد اللعبه يتبوأ منصب الشباب والرياضه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. امير مكملين معاك على الهواء، دقائق معدوده وهيتم يعني فعاليات الحفل، يمكن فعاليات الحفل هتبتدي ان شاء الله من الساعه 5:30 استقبال الضيوف بصاله راتب هنا في الجزيره، الساعه 6 هيتم قص شريط وافتتاح الصاله رسميا، بعد كده هيتم هتبدا الفعاليات بتلاوه القران الكريم الساعه 6:10 كلمه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يليها كلمه معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ثم بعض الفقرات والعروض الرياضيه من اعضاء لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، ثم صور تذكاريه وختام بعد كده، ومكملين ان شاء الله معاكم في التغطيه الحصريه على قناه النادي الاهلي. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. طبعا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي وقال لنا كل الاخبار، وكان معاه لقاء اهم جدا مع دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي، واللي قال في الحقيقه كلام مهم جدا. كابتن خالد فضل، يعني عايز اسالك عن الجانب الرياضي وناحيه الكاراتيه بالتحديد في النادي الاهلي، وكيف يتم تطوير الكاراتيه في النادي. احنا عارفين ان احنا عندنا ابطال عالم كتير على مدار السنوات العديده السابقه، ابرزهم طبعا دكتور مهند مجدي، جانا فاروق، عندنا ناس كتير في الحقيقه عشان ما ننساش اسم حد، لكن ازاي هيتم تطوير سواء اللاعبين داخل النادي الاهلي، المدربين، كل ما يخص هذه المنظومه بعد ما خلاص اصبح عندنا صاله للكاراتيه بكل اكيد المكونات اللازمه لهذه الصاله. في وجود الصالة دي زي ما قال الدكتور مراد ان هو هيزيد الجرعات التدريبية لأولاد النادي كويس. في صالة شيك قوي تليق بيهم، في اي وقت يقدروا يتمرنوا من الساعة 7 الصبح بالليل. هو اوريدي التطوير موجود، وبرضو ما نبخس مجلس حق مجلس الإدارة في هذا التطوير، لان
مجلس الإدارة أهم تطوير بيعمله للعبة الكاراتيه والألعاب كلها جوه النادي مش كاراتيه بالأخص، فرصة الاحتكاك الدولي. فرصة الاحتكاك الدولي بالنسبة لنا ككاراتيه هي الفرصة الحقيقية اللي بنقف على مستوى أولادنا إحنا فين، لأن إحنا كأهلوية ما بنفرحش بالمركز الثاني، احنا بنفرح بالمركز الاول بس، بطل الجمهورية، لان بطل الجمهورية بالنسبة لنا هو اللي بيبقى الانديكيتور بالنسبة لنا احنا هنطلع من النادي الاهلي ابطال عالم قد ايه. فالتطوير هو اوريدي موجود عندنا، رئيس منظومة على مستوى فني عالي جدا في مصر ويكاد يكون في العالم، دكتور مراد عاصم، منظومة إدارية عالية جدا بقيادة الدكتور محمد حسن، الجزء الفني بيتولاه الدكتور مراد في اختيار المدربين وأفضل مدربين تطلع عناصر محلية وفي نفس الوقت دولية. الجزء الدولي برضو بعمل عليه ستريس ان هو مجلس الإدارة بيوفره لنا، لان هو ده اللي طلع لنا دكتور مهند وطلع لنا جيانا فاروق وطلع لنا مريم وطلع لنا اسلام وطلع لنا ابراهيم مجدي. ما شاء الله زي ما قال الدكتور مراد احنا يكاد يكون اكبر نسبه في الانديه في مصر اللي عندهم ابطال عالم من اسره الكاراتيه الاهلاويه. احنا اكبر عدد، احنا في صاله مدينه نصر ان شاء الله ان شاء الله يعني فاضل لنا راوند واحد والصاله تتملي عن اخرها بابطال العالم كويس. على مستوى الاعمار كلها من السينيور والجينيور والكاديت كاتا والكوميتيه. فحته التطوير في الاحتكاك هي دي اللي النادي الاهلي بيوفرها، وفي سفرتين طالعين للنادي الاهلي، في سالزبرج للفيرست تيم وفي تركيا للناشئين من بدايه من 6 سنين الاوائل تقريبا، يكاد يكون تركيا دي طالع فيها 50 لاعب. 50 لاعب عدد كبير جدا بامانه يعني. ميزانيه حلوه، هي دي اللي بتطلع لنا الابطال. هو ده التطوير دايما اللي الجهاز الفني بيدور عليه، لان احنا الجزء المحلي بنشتغله بقياده الدكتور مراد عاصم، الجزء الدولي بيساعدنا فيه، مش بيساعدنا يكاد يكون هو السبورت الاول لينا في مجلس الاداره. فكون ان الفيرست تيم يطلع سالزبرج سيريس اي دي الدوري العالمي، والناشئين يطلعوا تركيا في بطوله دوليه تركيه 50 واحد، فبامانه التطوير بالشكل ده ممتنين لي يعني. أنا شخصيا عايش في النادي الأهلي بقالي 21 سنة كمدرب. مجلس إدارة كان بيوفر لنا 2 احتكاك ما كانش منتخب مصر بيوفرهم للمنتخب القادم. فعلا. ده حقيقي. سفريتين في السنة احتكاك للاعبين أوائل الجمهورية. على مدار السنوات كلها السابقة. على مدار السنوات السابقة توقف لوقت ما لظروف الاقتصادية للبلد. تمام. ولكن السنة دي رجع النادي الأهلي مشكور مجلس الإدارة. في سالزبرج طلع 5-3 وفي تركيا طلع شهر 4، فده اللي بيطلع لنا اللعيبه الدوليين اللي احنا محتاجينهم، لان احنا مش بنطلع لعيب محلي من النادي الاهلي، لا احنا بنطلع بطل عالم من النادي الاهلي. ده شيء مهم وجزئيه مهمه. وبرده يا استاذ عصام عايز اتكلم بخصوص الصاله نفسها وانشاء هذه الصاله، يعني ان انت بس تجد مساحه بعد ما كانت هي خيمه بالظبط حاجه صغيره جدا، ان انت تحاول تجد مساحه لانشاء صاله متكامله بالنسبه لاسره الكاراتيه في النادي الاهلي، فاكيد ده ايضا شيء يحسب لمجلس الاداره الحالي. ما هي يعني هي بص، حط عنوان موحد، ادي العيش لخبازه. حلو. وبالتالي يمكن دكتور مراد قال حاجه لطيفه قوي، اتمنى الصاله تكبر. ما اعرفش ازاي. ليه؟ لان هو عاش المرحله دي، وطبعا معاه كل ابناء يعني قبيله طبعا. الكاراتيه الحمراء ان صح التعبير. وهم شايفين انه المكان نفسه بلس بقى فكره التراخيص، لديك جيران يصعب كان انك تبقى في مباني قائمه. صحيح. جنبهم الحقيقه بالضبط. يعني هيئات لها خصوصيه كده خاصه جدا، وبالتالي لا في انجاز، في انجاز اداري في تطوير العلاقه معاهم والورق زي ما بيقولوا، ثم إدارة هندسية أكيد بتعمل طبعًا بكفاءة طبعًا. لكن الكل في النادي الأهلي يا جماعة محدش بياخد باله، بس يعمل تحت شعار أن يعني الصمت هو النجومية، مش للصمت حدود. فبعد ما تصمت تخرج للكلام، وأحيانا ده بيبقى حقك أن تفصح يعني. صحيح. أي أهلاوي تلاقي من دواعي فخره كده وفي نفس الوقت تبقى مضايقاه شوية،
يقول لك ايه احنا ما بنتكلمش كتير، وبعدين يقول لك ايه يا يعني ما لازم يطلعوا يقولوا يعني عارف انت المشاعر المتضاربه، لكنها في الاخر هو بيتاكد انها لصالح النادي. ومن ثم المنظومه الاداريه التي اعطت الضوء الاخضر لتنفيذ خطه على الارض فيها تطوير في لعبه الكاراتيه باقامه صاله تواكبت مع الملف راح اداريا عشان تنجز التراخيص. الاهلي مش هيعمل صرح طبعًا زي ده، او حتى لو كشك اعلاني كده من غير ضوابط اداريه. هكذا تدور المؤسسه في اقل تفصيله واكبر تفصيله. بعد كده اشتغلت الاداره الانسيه ازاي تطلع من المساحه دي صاله، ازاي تطلع من المساحه دي يا امير صاله. لانه اما جينا الكلام يروح عن الشيخ زايد، لان هناك مساحه ممتده ما شاء الله. بقى الطموح المفتوح لدكتور مراد انه هيشوف، واكده الكابتن خالد انها تشوفه بقى صاله مش عالميه التقنيه والاداء، لا المساحه كمان. صحيح. ستكون صاله يعني فيها ما يمكن ان يكون مساحه يمكن ما حدش عملها قبل كده للعبه كاراتيه، مش صاله مغطاه تتلعب فيها العاب كثيره، لا انت بتتكلم عن صاله للعبه الكاراتيه لها كل هذه الخصوصيه بادواتها بمعداتها بجمها بحجرات ملابسها بحجرات ادارتها الفنيه والاداريه، وبالتالي يعني حتى لا تستهلك نفسك، او زي ما بيقولوا اهالينا في الجنوب العظيم ما تحكيش في المحكي يا ابوي. يعني هي حاجه خلاص بقت مزاج عام للاهلاويه، بقت طريقه اداء للاهلاويه، بقت دستور للجمهوريه الحمراء. طيب شيء اكيد مهم جدا برضه عايز اسال حضرتك يا كابتن خالد، اهم مكونات الصاله الخاصه بالكاراتيه بتكون ايه؟ احنا بيهمنا ان يكون في بساط تكون مغلقه عشان الهواء والتراب، لان التراب طبعا نسبه الاكسجين هنتنفس تراب طبعا هيأذي الاولاد. بيبقى في زي ما قال الاستاذ عصام بيبقى في جيم في بعض الصالات اللي هي العالميه كويس. بيبقى في سندباجات. احنا مش محتاجين اكتر واضح السندباجات للجمهور يا كابتن معلش. السندباج اللي هو كادوات اللي يتمرن عليها اللاعب يضرب فيها بدل ما يبقى بيدور على اكياس الرمل تعتبر اللي هي المتعارف عليها دي اللي هي زي البوكسنج كده لكن بتبقى مش مليانه رمل بقى كده بيبقى لا فيها ماده اكيد بالظبط يعني ما يشبه يعني ذلك بالظبط كده. ده اللي احنا محتاجينه، بس اكتر حاجه محتاجينه البساط. الجو العام للصاله ان هو يبقى الاتموسفير الجو بتاع الاكسجين نفسه يقدر يساعدني ان انا اتمرن، يبقى في عز البرد وهي بتمطر وبرد ساعه ان انا جوه بنزل عرق وشغال وجايب اخري كويس جدا، بخرج من التمرين قادر احمي نفسي. في غرفه تغيير ملابس ان انا بعد ما اخلص اخد الشاور بتاعي واقدر البس هدومي واحمي نفسي من البرد اللي بره. في الصيف ان انا ابقى قادر الاقي ميه اشربها. بصراحة الصالة بتاعت الجزيرة هتوفر كل ده، لأن أصلا عشان كنا في الوضع الطبيعي عشان في الريست بتاع الراحة اللي لو واحد عايز يشرب مية لازم يروح عند المبنى الاجتماعي عشان يدور على المية عشان يغير هدومه ويلبس بدلة الكاراتيه بالظبط كده حضرتك أستاذ عصام. فكان مشوار كبير قوي جدا، فكانت معاناة بيعانيها اللعيبة، وإحنا كمدربين برضو عشان نغير التريننج لو إحنا جايين من البيت مش جايين من البيت من التريننج لازم نروح ونيجي، ده كله بيستهلك من وقت التمرين. في كلام حضرتك عن الضوابط والأمن والسلامة أكيد ده كان بيخليك وحذر في التدريب نفسه أكيد. عشان الاصابات ده حقيقي. البساط هو كان اهم حاجه بالنسبه لنا، لانه كان البساط ما بيقعدش سنه ما بيقعدش موسم يفقفق. ممكن الولاد لو اخدوا عوامل التعريه ده حقيقي ولو قعدوا على البساط اللون بتاع البساط بيطلع في البدله او تمام. في الهدوم بتاعته. طيب خليني بس اقول خبر مهم وعاجل جدا يعني هو بيخص مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيدعو اعضاء مجلس الاداره الى اجتماع طارئ يوم السبت المقبل لمناقشة كل ما حدث وكل الانتهاكات الخاصة باللوائح من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في الأحداث اللي حصلت امبارح طبعا بكل تأكيد، وأكيد كل المشاهدين وكل متابعي كرة القدم متابعين هذا الحدث. بالتالي خبر هام جدا، وهو طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب بيدعو كل أعضاء مجلس الإدارة اجتماع طارئ ومهم جدا لحفاظ على حقوق النادي وقيمة
مع طارق طبعا الحفاظ على حقوق النادي وقيمه الاهلي وجماهيره. بالتالي ده خبر مهم جدا جدا جدا. الساعه كام يا استاذ امير؟ اعتقد هيكون في حدود الساعه 5 يعني مساء. لم يعلن بعد. لا لسه لحد دلوقتي مفيش ميعاد محدد. الدعوه هي دعوه طبعا لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لجلسه واجتماع طارق ان شاء الله في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واكيد ده شيء مهم جدا، ولازم لازم كل جمهور النادي الاهلي يكون عندهم ثقه تامه في مجلس اداره او مجلس اداره النادي الاهلي ان هو عمره ما هيتخلى عن حقوق النادي. كلنا تابعنا كل الحاجات الغريبه، هي اكيد غريبه وانت اكيد تتفق معايا يا استاذ عصام في هذه الجزئيه، ما حدث في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره بالامس، وان هو اجتماع رسمي بعض الاحيان وبعض الاحيان الاخرى اجتماع ودي على حسب الشخصيات اللي بتحضر، لكن هنتكلم في الجزئيه دي بالتحديد. بس خلينا نروح لفاصل الاول ونرجع نواصل هذه التغطيه الخاصه من خلال شاشتكم العزيزه اكيد شاشه قناه الاهلي. لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة طبعا لافتتاح وإنشاء صالة الكاراتيه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. لكن طبعا قبل ما نطلع فاصل كان في خبر مهم جدا أنا قلته لحضراتكم، لكن يعني خبر لازم نعلق عليه ولازم نتكلم فيه، وفرض نفسه أكيد دلوقتي في هذه اللحظات، وخلينا أقرأ عليكم الخبر بالتفاصيله مرة تانية. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ. دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مجلس ادارته لاجتماع طارئ الرابعه بعد ظهر السبت المقبل لمناقشه انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره مع رؤساء الانديه امس الاربعاء، والرد على التجاوزات وحفظ الحقوق الادبيه والفنيه للنادي وقياداته وجماهيره، تاني وحفظ الحقوق الادبيه والفنيه للنادي وقياداته وجماهيره. خبر مهم جدا واعتقد انه كان شيء منتظر من مجلس اداره النادي الاهلي وشيء متوقع. استاذ عصام تعليق حضرتك. طبيعي جدا انه النادي الاهلي ذهب الى الاجتماع بغيه تنفيذ قرار اتحاد كره القدم بالدعوه لاجتماع للنظر فيما تبقى جنبا الى جنب مع فكره انه هناك اجتماع رسمي ولا ودي؟ الاول ده ما اعلن بس كده. فاستجاب النادي الاهلي ثم مع فرضيه وجود زي ما قلنا نسق باحترام لمؤسسات زي مؤسسه كره القدم اللي هي الاتحاد ومؤسسه كرويه هي النادي الاهلي، الوعود والعهود بالورقه والقلم، ما كتب غير ما اعلن. اعتقد ان دي بدايه الحكايه، أن تتحدث عن اجتماع رسمي للنظر في 1 2 3 ثم يتحول إلى جلسة ودية تكاد تشبه الجلسات العرفية. من وجه الدعوة لمن هو كان عليه أن يحدد هل هي جلسة رسمية أم دعوة لأخذ الآراء على فنجان شاي زي ما تقول قول يعني. ومن ثم ذهب المهندس خالد مرتجي نيابة عن النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب للحضور. حدث ما حدث والناس عارفة التفاصيل اللي حصلت هنا، يمكن احنا بره الهواء كنا بنقول انه الناس كلها كانت منتظرة مش رد فعل النادي الاهلي، لا، ان النادي الاهلي لن يترك امر يمر دون ان يفنده دون ان ينظر فيه، زي ما كنا بنتكلم عن ملف اداري ملف هندسي بعد قرار مجلس الادارة بانشاء صالة. ومن ثم الاهلي الان سيتحدث ويحدد لماذا كانت هناك جلسة ولماذا دعينا رسميا ثم تحولت إلى وديا، لماذا انتهاك قرارات التزمنا بها ولم يلتزم الآخرون، لماذا هذا الخروج غير المعهود من النادي الأهلي على قياداته جماهيره كل ما يمكن أن يكون من بنات القبيلة الحمراء أو عائلة الأهلي بحسب برنامج وعنوان الأهلي في القرن الجديد. ومن ثم اعتقد ان ده اجتماع هام جدا، اجتماع يهم مصر كلها، اجتماع مع 2019 وفي دولة عايشة على عنوان من 2013 اسمه مصر الجديدة، مع 2019 امم افريقيا بثمان منتخبات بطموح وامال ان تتحول ملاعبنا للعالمية ولو كره المفسدون، ان تتحول كرة القدم الى صناعة حقيقية، الا يكون هناك من يتعاطى مع الامر بعبارات
غير واضحه، غير معهوده، ممطوطه، ما تقدرش تمسكها، عارف عارف الجيلي حاجه كده زي الجيلي. وبالتالي رفض الاهلي في وقفه واضحه جدا جدا ما حدث، وسيدعو الاجتماع لمناقشه ردوده مش رده فعله. الاهلي لا يكون رده فعل ابدا، أكيد أكيد. لكن ردوده على ما حدث وتثبيت حقوقه، واعتقد هو ده محور الاجتماع اللي زي ما انت قلت واكدت انا وكابتن خالد معاك انه كان اجتماعا منتظرا، حتى والاهلي يفتتح الليله واحده من اهم فقرات برنامج كابتن حمود ومجلس الاداره وعائله الاهلي وهي صاله الكاراتيه. وده يدل ايضا على تحرك مجلس اداره النادي الاهلي في جميع الملفات وجميع الاتجاهات اللي بتخص النادي وحقوقه بشكل عام، يعني حتى زي ما بيقول كده استاذ عصام شلتوت ان في هذه اللحظات او بعد لحظات قليله هيتم افتتاح صاله للكاراتيه بالنادي الاهلي. في نفس الوقت في ازمه في الكرة المصرية وطبعا كله عارفها، وهي خاصة ببطولة الدوري والبيانات الكتيرة اللي خرجت وأيضا التضامنات الغريبة اللي خرجت من بعض الأندية، لكن في نفس الوقت أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي حريص كل الحرص. ليه ما تلاقيش امبارح قرار اجتماع طارئ؟ دراسة الموقف أكيد. يا سلام، لأنه هو بقى منظومة، عندما عاد المهندس خالد مرتجي لم تكن هناك ثمت جلسة حتى لو حدثت أن يلتقي بباقي زملائه يعني فيحكوا في الموضوع، لا، المؤكد انه قدم تقريرا بالضبط، فراى رئيس المجلس ان هذا التقرير لا يمكن ان تكون بداخله احداث كهذه وتمر دون اجتماع طارئ زي ما حضرتك قريتها بالظبط، حتى انا قلت عاجل ولا طارئ، قلت لي طارئ لبحث ما دار بالظبط. ده شيء مهم جدا واكيد ده خبر هام لكل الاهلاويه وكل اعضاء النادي الاهلي، وهو بخصوص هذا الاجتماع وبخصوص الازمه الحاليه بالنسبه للكره المصريه، واللي اكيد ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي هيحفظ فيها او من خلال هذا الاجتماع ومن خلال قراراته اللي هتطلع ان شاء الله يوم السبت الساعه 4. الاجتماع هيبتدي ان شاء الله لحد ما يخلص، اكيد هيكون في قرارات مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكلنا ثقه في الحقيقه في مجلس اداره النادي الاهلي. طيب ده كان خبر مهم وجب التعليق على هذا الخبر بكل تاكيد. خلينا نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي وهو انشاء او افتتاح صاله الكاراتيه بالنادي الاهلي، وهذا الحدث الهام بكل تاكيد بالنسبه لكل الاهلاويه. وعايز اروح لدكتور خالد فضل طبعا مدرب الكاراتيه بالنادي الاهلي، وكنا بنتكلم على اهم المكونات الخاصه بصاله الكاراتيه بالنادي الاهلي، وحضرتك قلت كل التفاصيل الخاصه بهذه الصاله، لكن عايز اتكلم على ابطال النادي الاهلي في الكاراتيه. واحنا في الحقيقه عندنا ابطال كتير جدا رغم ان الظروف كانت صعبه بخصوص الصاله نفسها اللي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، في المقابل كان عندنا بصراحه او عندنا طبعا صاله رائعه في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، لكن رغم كل هذا النادي الاهلي عنده ابطال كبار في لعبه الكاراتيه. احنا كاهلاويه اتعودنا ان احنا نشتغل تحت اي ظروف. حلو. لان احنا كاهلاويه على مستوى جميع الالعاب مش الكاراتيه بس، اتعودنا ان احنا نكون ابطال بصرف النظر عن السبل اللي بتساعدنا نكون ابطال. احنا عايزين نكون ابطال. اللي بيخش خليه النادي الاهلي هو داخل هو عارف لابد غصب عن رغم عن انفه هيكون بطل. استقرار مجالس الإدارة دايما في النادي الأهلي هو عامل مهم للأجهزة الفنية إنها تقدر تشتغل وتعمل مهما كانت المميزات اللي مطلوبة. فاستقرار مجلس الإدارة بيخلي الأجهزة الفنية في حالة استقرار، يشوف الجزء الفني بتاعه ومتطلباته، إذا في إمكانية إنها تنفذ تنفذ، ما كانش فكل واحد بيعمل عمله عشان تحقيق البطولة. احنا جوه النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك احنا المركز الثاني ما بنعترفش بيه، ما بنفرحش بيه، يعني احنا بنفرح بالاول. غير كده ده شيء معتاد بالنسبه لكل ده احنا كده متعودين على كده حتى في الكاراتيه نفسه. فالجهاز الفني بيوفر الـ 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 الامكانيات الفنيه اللي احنا محتاجينها عشان نصنع البطل. كويس. المميزات اللي بيساعدنا فيها مجلس الاداره بعد ما يظهر البطل هي دي اللي بتخلينا مستمرين ومصرين على النجاح. فكانت الصالة ما كانتش معوق، ولكن هي كانت حلم ان يليق بالأبطال اللي جوه النادي الأهلي، يليق بأبطال عالم. لما يجي يتصوروا جوه الصالة بتاعتهم ويعملوا لنفسهم أي فيديو لتعريف النادي بتاعهم، محتاجين ان هم يتشرفوا بالصالة اللي جوه النادي الأهلي، يقولوا ان دي خاصة بالنادي الأهلي.
الامكانيات الفنيه للاعبتنا بيوفرها الجهاز الفني عن اختيار مدربين كاراتيه، مدربين لياقه بدنيه، والضاف عندنا كمان مدربين منتال اللي هو النفسي اللي قبل المباريات. شيء مهم جدا. دي حاجه جديده اضافها الجهاز الفني دينا، بقى في عندنا مدربين منتال للعيبه. ففي تناغم بين المدرب الفني بتاع الكاراتيه ومدرب اللياقه والنفسي، في تواصل بيننا كجهاز فني كامل وكاداري، احنا محتاجين ايام ايه، عايزين ايه نعمله عشان من مدرب المنتال لو في جوه التمرين في دروب، لو في في اللياقه البدنيه. ففي تواصل بالجهاز الفني الكامل من بدني وفني ومنتال ان احنا نرفع المستوى الفني. فما كانتش الصلعه دايما حب النادي الاهلي جوانا، ما كانتش عائق. كويس جدا. ما كانتش عائق. هو الدافع لينا دايما هو النادي الاهلي، الفانيلا الحمراء، ان ازاي ان احنا نشرف الفانيلا الحمراء، ازاي ان احنا نكون اهلاويه بدرجه ممتاز مع مرتبه الشرف. ده اللي دايما اي واحد فينا لما كمدرب او كلاعب بيمثل النادي الاهلي يهمه جدا ان هو يكون جدير باسم النادي الاهلي، ان هو يكون موجود جوه منظومه النادي الاهلي، ان بيتشرف ان هو بيتعامل مع مجلس اداره بيوفر له كل السبل. اهم حاجه كان بيوفرها وما زال بيوفرها مجلس اداره، الاحتكاك الدولي ده مهم جدا. بالضبط. هو ده كان فضل الله ثم صنع لنا ابطال كتيره جدا جدا جدا. فالصاله ما كانتش عائق، بس حلم، حلم للكيان، كيان الكاراتيه، لان كيان الكاراتيه كبر. بقى عندنا مش قادر اعد 30 40 لاعب دولي وابطال عالم على مستوى مختلف المستويات، جونيور سينيور كاديت اطفال كبار، كل الاعمار يعني، كل الاعمار. فما كانتش عائق بس حلم، حلم للكيان، حب النادي الاهلي، نفسنا احنا عشان بنحب النادي الاهلي كان نفسنا حلمنا بالصاله دي، والحمد لله انها اتحققت. بعد تحقيق هذا الحلم يا استاذ عصام، هل كده اصبح في ضغوط اكبر على المسؤولين في او عن الكاراتيه داخل النادي الاهلي في تحقيق المزيد والمزيد من الميداليات والبطولات؟ لا ما اعتقدش، هو هيبقى عليهم مسؤوليه بس التجويد يعني. كويس. يعني البطل يعني اذا كان في ما بعد الذهب فيبقى اكيد هيروح لما بعد الذهب. يعني اقصد ايه، هو اذا كنت بتاخد ذهب مره وفضه مره او تلعب النهائي كل ثلاث سنين مرتين مش ثلاثه كده، هتلعب كل نهائي كل سنه. يعني دي ثقافه اهلاويه، عندما يكون هناك لا امكانيات بيكون في منافسه حتى النهايه، فما بالك لما يبقى في الامكانيات يعني. والكل يعني وهي قريبه الشبه يعني في فكره الاصابات في فريق الكرة يعني. ومع هذا بالمتوفر بعنوان برضو معروف عن النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، شعلة المنافسة لا يمكن إشعالها عند الرقم 2 أبدا، هي عند الرقم 1، عند الرقم 1 على طول. وإلا يبقى حضرتك رحت المشوار وخليك هناك شوية لما ترجع برضه في أتوبيس الأولى برضه. يعني هي ثقافات، واخد بالك، وهي حالة الكبار حول العالم يعني، والأهلي والكبير حول عالمنا الشرق أوسطي والإقليمي والقاري أيضا يعني، وفي منطقتنا العربية. ومن ثم أعتقد إن هي جاءت في وقت تثمن بقى جهد اللي الناس كانت بتبذله. صح. بعيدا عن ما يسمى باللوجستيكيه يعني. الحاجات اللوجستيه بالكلام الكبير اللي هو ناقصه البساط بيفقفق مش عارف ايه بيطقطق، خلاص كل الحاجات دي مفيش. الشباب والمدربين والولاد بيروحوا مشوار لغايه مثلا غرف ملابس اخرى او كذا، انت وفرت له اللي بعد كده يعني تقول له ايه السلام عليكم اديني كده فيديك ذهب، ده يعني ميداليا ذهب على طول طول الوقت. مش بدافع ان النادي الاهلي بيضغط على ابنائه، لكن بدافع انه مع ترتيب المساله يبقى خلاص معطياتك جاهزه، اذا انت دائما الاول. لا اعتقد ان هي هتلقي بضغوط اكثر من الضغوط الفنيه زي ما قلنا، لكن هم كمان مش هيشعروا بيها لان هم كانوا بيقضوا جزء من الوقت خوفا من إصابة ما. طبعا. يمكن ما بيستكملوش بعض التدريبات العنيفة إن صح التعبير. صحيح. بسبب اللوجستي الناقص. كويس. أو كذا، كل ده هيمتد بقى فيه الحبل أو الخيط على امتداده،
وبالتالي لا هم دلوقتي بقى لازم يأهلوا نفسهم على الماسية ما بعد الذهبية يعني. وبالتالي أعتقد يمكن يفكروا بعد كده إزاي يعني يقنعوا الاتحاد الدولي إن يبقى فيه بدل كاراتيه حمراء يعني. عشان فكرة الفانيلا الحمراء يبقى فيه كمان البدلة الحمراء. أكيد يعني شيء مهم وكلام هام جدا كمان من الأستاذ عصام شلتوت، وأكيد منتظرين العديد والعديد من الميداليات الخاصة بأسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي، خصوصا بعد افتتاح هذه الصالة اللي هيكون خلاص خلال دقائق قليلة جدا، المفروض الساعة 6 بالظبط هيبتدي هذا الافتتاح. وبالمناسبة شيء بالشيء يذكر يعني، لكن مجلس إدارة النادي الأهلي مش بس عمل صالة الكاراتيه عشان أصلا ما فيش صالة كاراتيه، لا، النادي الأهلي أو مجلس الإدارة بالتحديد ماشي في كل ما يخص الألعاب الأخرى، سواء من حيث التجديدات، من حيث الإنشاءات، كل ما هو معوقات بالنسبة لمختلف الرياضيات داخل النادي الأهلي بيتم إزالة هذه المعوقات. على سبيل المثال طبعا لو بنتكلم على الجمباز داخل النادي الأهلي، كان في صالة كويسة بالنسبة للنادي الأهلي في الجمباز، لكن كان فيها بعض الأجهزة اللي خلاص مدة صلاحيتها انتهت. أجهزة كتير من بصراحة يعني كان في حاجات كتيرة جدا عايزة تتغير، مصممة مانيوال وحاجات يعني كانت تعتمد تم تعديل الأجهزة والأولاد أكتر من طبعا تقنيتها. احنا حضرنا ده في زيارات انتخابية بالزبط قبل ما الانتخابات تبدأ، وكانت الوعود كويس انك فكرتنا بنفس طريقة الكاراتيه، ان هناك خطط طموحة لاستبدالات بما يليق بعضو النادي الاهلي ولاعبه واداريه واسم النادي الاهلي. بالظبط هو ده اللي حصل فعلا يعني من اسبوعين بالظبط من دلوقتي، كان يعني افتتاح، مش افتتاح بقى الصاله بتاعت الجمباز، لا التجديد الخاص بصاله الجمباز من حيث الاجهزه الحديثه وكل المعدات الخاصه باللاعبين والمدربين، وده اكيد شيء ايضا مهم جدا. كابتن خالد، عايز اعرف ايه اهم التحديات الخاصه باسره الكاراتيه فيما هو قادم من وقت ان شاء الله؟ هو ان شاء الله اهم التحديات ان شاء الله ان ربنا يكرمنا، احنا عندنا ابطال عالم كتير كويس. ان شاء الله اكبر تحديات ان الدكتوره جيانا هي ان شاء الله من نتمنى لها باذن الله التوفيق. جيانا فاروق هي الرانكينج بتاعها الدولي الاولمبي دلوقتي هي نمره 3، مؤهله ان شاء الله للاولمبياد 2020 ان شاء الله تجيب لنا ميداليه. بدون قطع كلام حضرتك طبعا دي صوره حصريه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، واكيد ايضا بعض اعضاء مجلس الاداره وبعض المسؤولين في النادي الاهلي بيتوافدوا طبعا على صاله الكاراتيه الجديده مقر الجزيره، وده اكيد ده شيء مهم جدا، واكيد الاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هيتوافدوا على هذه الصاله واحد تلو الاخر طبعا، عشان خلاص الافتتاح كمان دقائق، وهذا الحدث الهام والسعيد جدا جدا بالنسبه لكل الاهلاويه. اي حد عايش يا جماعه داخل النادي الاهلي هيعرف مدى اهميه هذا الحدث. اتفضل دكتور كابتن خالد. اتفضل. فجيانا فاروق احنا زي ما ربنا اكرمنا والنادي الاهلي طلع منه أبطال عالم عديدين، وأولهم الدكتور مهند مجدي ثم الدكتورة جيانا فاروق، فنفسنا بإذن الرحمن إن ربنا إن شاء الله يكمل لها على خير، هي في الترتيب الأولمبي دلوقتي نمرة 3 المؤهلين ل 2020، يبقى طلع من عندنا في النادي الأهلي لاعب أولمبي في الكاراتيه. يعني زي ما طلعنا أبطال عالم يبقى النادي الأهلي المصري احنا كأول كده خالص لعب اولمبياد، لعبتنا ما دخلتش اولمبياد، الكاراتيه ما كانش فيه اولمبياد خالص، اول مره تخش ان شاء الله 2020 ان شاء الله. فنفسنا ان جيانا باذن الله تحقق الحلم باذن الله لمصر كلها ثم للنادي الاهلي كده مرشحه زي ما حضرتك بتقول لميداليه، مش لميداليه اللي هي في الرانكينج الترتيب العالمي انها يعني التصفيات النهائيه انها تبقى لان ما شاء الله هي يبقى فيها 8 باذن الله، فهي افضل في وزنها في 61 هي نمره 3 دلوقتي من 8 يعني هم يوصلوا 8 طبعاً. فده حلم بصراحه لمصر ثم لجيانا ثم للنادي الاهلي، ان احنا نفسنا زي ما طلع من النادي الاهلي ابطال عالم، طلع الدكتور مهند عضو مجلس اداره، نفسنا ان جيانا ان شاء الله تبقى بطله مصر الاولمبيه بنت النادي الاهلي. يعني ده تحدي بنتمناه، اعتقد دي فرصه بالنسبه لنا كويسه جدا ان احنا او ان لعبه الكاراتيه تبقى من الالعاب الاولمبيه، فبالتالي فرصة بالنسبة لنا، لأن عندنا في الحقيقة بطلة عالم كبيرة جدا وهي جيانا فاروق، يعني ممكن نضمن على الأقل ميدالية إن شاء الله أولمبية في حالة تأهلها بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله حالة تأهلها بإذن الله جيانا بإذن الله. ما شاء الله يعني هي 6 مرات بطلة عالم، تقولها على الملعب الدولي كبير جدا أكيد.
لما بتصاب هو ده بقى اللي بعيد عن الملعب، لكن ما شاء الله رجعت السنه دي راجع بقوه، ووصولها للاولمبياد والتصفيات النهائيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لان جيانا معودانا على كده، وهي بطله ومصره ونفسها، فان شاء الله تحقق لمصر وللنادي الاهلي ميداليه اولمبيه ان شاء الله. دكتور مهند مجدي هو اللي كان مسؤول عن ملف اصاله الكاراتيه صح؟ الدكتور مهند هو مسؤول عن الملف، ولكن اجتمع الحلم مع الملف. يعني انا عايز اقول ان مره واحنا في الشتاء كنت بتمرن انا وهو لوحدينا، والصاله المطره مطرت علينا، فكنا بنشوف كل مكان ينشف نتنقل منه. فهو في اليوم ده تمنى قال ما نفسي يبقى عندنا في يوم من الايام صاله مغلقه بدل ما انا قاعد انا وانت عمالين نتنقل من مكان ينشف. فهو ربنا كرمه دلوقتي ان هو حقق حلمه كلاعب، ويشارك في تحقيق الحلم ان هو مسك الملف بتاع صاله الكاراتيه. كويس. فحقق انجازين بالنسبه له، حلمه اتحقق كلاعب انه يبقى في صاله مغلقه، و بقياده كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والدكتور مهند الملف الحمد لله تم، وتم الانجاز. طبعا. وتم الحلم اللي اسره الكاراتيه الاهلاويه كلها بتحلم بيه. استاذ عصام انا كنت بسال كابتن خالد عن الملف ان هو كان مخصص لدكتور مهند مجدي، وده في الحقيقه كان تحت يعني تحت بصره زي ما بيقول بالزبط. عشان هو اللي يدي كل المعلومات للمجلس صحيح. محددات يتواصل معاهم علشان بقيه الكتائب تعمل يعني بالظبط. ده في الحقيقه اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه، واهميه تقسيم المهام على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي بياتي بثماره، كل واحد بيمسك ملف بيبقى متفرغ ليه بشكل او باخر ان هو يحاول ينهي هذا الملف بشكل ناجح، وده اللي بيحدث الان وبنشوفه على ارض الواقع. ما هو ده الطبيعي، ده المنطق اللي يعني اجيالنا كلها، ويعني كل جيل يعني حتى اصغر ما شاء الله من اول سن المراهقه وهو يسمع كلمه بسيبك بقى من الاهلي من حضر عند التمثيل، لكن ايضا يعني تبقى ذكرى كده عظيمه المايسترو صالح سليم رحمه الله. طبعا. يقول لك يا عم الراجل في لندن. ايوه يا عم الراجل في لندن عشان في مجلس اداره بيشتغل. مجلس اداره مش واحد اداره، مش اثنين اداره، مش ثلاثه اداره ويصلحوا، لا المساله فيها ملفات. بص هذا هو ارث احمر. هذه يعني هي جمهوريه تعمل بهذه الطريقه، يخش ويخرج احيانا ما لا يرضيك، لكن في النهايه المنتج واحد زي ما الراجل ده قال. دعنا لا نؤكد ان هناك مجالس تقاعصت عن تحقيق الاحلام، لكن بين وده مدعاه دايما لفخر الاهلاويه زي ما بنقابلهم في كل حته وزي ما بيطلعوا على الشاشات، ان هو تبص تلاقي مجلس اداره ياتي الان فيكرم سابقه، مجلس اداره ياتي الان حتى لو كان هو اللي كان معاه، مش هقول في معركه انتخابيه، في منافسه انتخابيه طيب. لخدمه الاعضاء، فيتحدث انه يستكمل ما بناه سابقه، لا يشتبك في من يحب النادي اكثر، لا يشتبك في من قدم اهم، لا تبقى الحكايه. اعتقد ان كابتن محمود الخطيب والذين معه من مجلس اداره هم الاقل ظهورا يا جماعه، حتى من لاعبين، مش هقول نجوم كمان العاب، من لاعبين ما فيش اصرار على الخروج والبوح بما هو متاح والكلام، وحتى في وقت الانجاز يتحدث فقط عن تاريخ حدث بالفعل، مقص الافتتاح مثلا او ترتيب او صور لنجوم تنضم للنادي الاهلي مع كيان كرة القدم. لم تجد أبدا يوم أي نجم سوبر مهما كان يأتي لالتقاط صورة مع مجلس الإدارة مثلا بالزبط. ولا حتى مع المدير التنفيذي للنادي، وهو دايما بيبقى شخصية يعني لها ثقلها الإداري، وغالبا بيكون على رأي الكابتن خالد من ابن النادي، يعني إيه كواليفايد، وبالتالي هو لما قدم السي في بتاعه قبلت، زي العميد محمد مرجان دلوقتي، واحد الحقيقة من أولاد النادي النابهين المحترمين، ومن ثم كل حاجة بتشتغل في ملفها. ليست جزء منعزلة، نعم هو اتحاد، عارف ولايات بالزبط. متحدة حمراء، وبالتالي لازم تخرج هذه الدولة نشبهناها كده بمنتهى منتهى النجاح قدر الإمكان وقدر المتاح، وأحيانا تحقق قفزات بقى بهذا الحب المتوفر لدى الشعب الأحمر، سواء في الإدارة أو في الجماهيرية أو في على مدار الملاعب اللاعبين، يعني بتلاقي بقى حاجات سوبر كده بتطلع لوحدها، زي ما بتتكلم عن تحمل الكاراتيه أصحاب فرح اليوم لبعض الضربات ومع ذلك الأبطال كثر، زي ما بتتكلم عن حسين الشحات
وبتقول انه تنازل زي ما بتتكلم حتى عن اللعيبه اجانب. يا اخي اجايه يا اخي اجايه بقى بيلم اللعيبه يقول لهم استنوا استنوا كلنا، ويروحوا بالزبط. للي بره ويروحوا لشويه الجمهور عشان كلنا نحتفل، زي لقطه الجون اللي جابوه عشان يجيبوا عماد متعب. لا لا في الاهلي دائما طبعا. في الاهلي دائما ما هو جماعي، ما هو اتفاق اتحادي من غير ورقه وقلم. ومن ثم اعتقد انه ده يعني اذا قلنا عدوى فهي عدوى محببه، يعني تبدا تقول يا رب العدوى دي تنتشر، يا رب العدوى دي تنتشر. اكيد يعني فعلا يعني كلام مهم جدا استاذ عصام شلتوت. لكن برضو يا كابتن خالد عايز اتكلم مع حضرتك عن الكاراتيه بالتحديد وبعض التفاصيل الخاصه اللي ممكن تكون بتهم جمهور النادي الاهلي والمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. هل لاعبي الكاراتيه داخل النادي الاهلي مقتصرين على اعضاء النادي الاهلي ولا في لاعبين من خارج النادي؟ على مدار الاجيال كلها والابطال الموجودين جوه النادي الاهلي مفيش عضو رياضي داخل اسره كاراتيه النادي الاهلي، كلهم اعضاء عاملين جوه النادي الاهلي. كويس ده طبعا. احنا من ساعه ما بتلاقوش وقت تضموا اختبارات، يعني ما شاء الله اولاد الاعضاء مكفيين الاعداد. يعني اعضاء الاعضاء الرياضيين يعني دكتور مراد اول ما كان مسؤول عن المنظومه قال ان ابن النادي اولى وهو اللي هيستمر دايما. اه انا بقول لحضرتك على اساس ان انت العدد مكفي وبالتالي ما بتقدرش تفتح. يعني كده كده في اقبال من ابناء واعضاء النادي الاهلي كلهم مليلك مليلك الاعداد يعني على مستوى الاعمار كلها من 6 سنين لحد الفيرست تيم كلهم اعضاء عاملين. كويس. على مدار الاجيال ما فيش يوم من الايام جه لاعب عضو رياضي. ما هو ده اللي ممكن انتوا لو كان في نقص كنتوا هتفتحوا الكادر اكتر وهتبقى عضو رياضي، لكن انت شايف انه اصلا في اكتفاء من الموجودين. في اكتفاء يعني من الموجودين، ولكن الـ 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 العدد نفسه ما شاء الله الاعضاء مقبلين على الكاراتيه. انا بقول لك اكتفاء بزياده بزياده وفره عدديه. بالظبط كده بالظبط كده. اكيد ده شيء مهم جدا، وابناء النادي الاهلي دايما بيكونوا عند حسن الظن. طيب خلينا نعلق على هذه الصوره بالتحديد، ودول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، استاذ محمد الجرحي، استاذ محمد الضماطي، السيد طبعا او الدكتور محمد سراج الدين، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وفي طريقهم طبعا للقاع او الصاله الخاصه بالكاراتيه داخل النادي الاهلي، هذه الصاله الجديده وحديثه الانشاء واللي بيتم افتتاحها طبعا في هذه اللحظات. كمان دكتور مهند مجدي اللي اعتقد هو اسعد واحد بهذا اليوم بسبب طبعا افتتاح هذه الصاله، وكان حلم بالنسبه له زي ما قال لنا كده كابتن خالد فضل مدرب الكاراتيه بالنادي الاهلي، وقال موقف يعني سابق ان هم كانوا بيتمرنوا في حضور الدكتور مهند مجدي وكانت المطره بتنزل يعني على مقر التدريب، فبالتالي كان بيتنقلوا للاماكن اللي ينفع يتمرنوا عليها، وكان حلم بالنسبه له ان يكون في صاله للكاراتيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. حلم اصبح واقع، وخلال لحظات اكيد هنشوف كل التفاصيل الخاصه بهذه الصاله. اكيد يوم سعيد يا استاذ عصام. مؤكد الكابتن خالد يعني ملامحه هي تبين اكتر، يعني المفروض هو اكتر حد تقول له. يعني احكي لنا اوصاف اليوم ده اللي انتوا انتظرتوه بحسب تعبيراتك ونقلا عن دكتور مراد. 17 سنه اكتر كمان اعتقد من 17 سنه يعني ده واضح. 17 دول من اول وعد بصاله يعني. ده حقيقي. لانه فرحتهم النهارده يعني على ما فهمت انهم في وهم بينجزوا ما حدش قال لهم يا عم ما هي ماشيه يعني. صحيح. ما حدش قال ان في تراجع في النتائج مثلا او ما فيش ميداليات او هم شكوا انه يجيبوا لنا صاله. وده حاجه تحسب لهم بصراحه. ما انا بقول لحضرتك يبقى هو حجم السعاده عنده دبل، لانه بيتعمل له منشا للمستقبل ومرحله مستقبليه رغم حيازته لنجاحات من ذهب وفضه وارقام وكذا. الفترات السابقه قبل ما يكون في صاله في مقر النادي الاهلي في الجزيره ما كانش في تفكير ان اللاعبين اللي بيتمرنوا في الجزيره يروحوا يتمرنوا في مقر نادي مدينه نصر والصاله الخاصه بيهم هناك؟ لا ده كان حاصل جدا، ان كان في وقت التوقف لانشاء الصاله كان في ايام معموله لفرقه فرع الجزيره تتمرن في الشيخ زايد وتتمرن في مدينه نصر. يعني كانوا بيروحوا يتمرنوا كانوا بيروحوا وكان بيتجاب لهم اتوبيسات مخصوصه توديهم الشيخ زايد. دي حاجه يعني برضو يعني الشيخ زايد ومدينه نصر الشيخ زايد ومدينه نصر يعني كان في اتوبيسات تيجي تاخد اللعيبه توديهم الشيخ زايد وترجعهم الشيخ زايد للمقر الجزيره تروحهم. حاجه يعني محترمه جدا 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 جدا. عايز اتكلم بالتحديد عن مدربين الكاراتيه في النادي الاهلي، اهم ما يميز هؤلاء المدربين بالتحديد داخل النادي الاهلي.
كل زمايل المدربين على مستوى فني عالي جدا، كل زمايل المدربين على مستوى اخلاقي عالي جدا جدا جدا. هم عارفين ان احنا كلنا جايين نخدم اولياء الامور في اولادهم، جايين ل ان احنا نطلع ابطال جوه النادي الاهلي. كلهم حتى لو ما فيش منهم عضو جمعيه مهمه فهو عاشق للنادي الاهلي. يعني فدي مميزات جوه منظومه الكاراتيه بتحقق نجاحات مبهره. حب النادي الاهلي وهو والواحد مشجع من بره غير ان هو جوه النادي الاهلي بيشتغل جوه النادي الاهلي نفسه يحقق حاجه للنادي الاهلي، فده بيميز كل زمايل المدربين. المستوى الفني العالي، المستوى الاخلاقي العالي جدا جدا، المستوى التربوي اللي بيتعاملوا مع الولاد كاولياء امور، يحبوا يشوفوا الولاد في احسن المراتب، بيبقوا زعلانين جدا لو الولد خسر الاول كانه هو اللي خسر. فزمايل المدربين على مستوى اخلاقي عالي جدا وفي عشق كبير للنادي الاهلي ونجاحات النادي الاهلي. طيب دي صوره حصريه دلوقتي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا دي احدى القاعات في مقر النادي، دي صاله راتب على ما اعتقد يعني داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. لو معلومه غلط يا جماعه بلغوني. صاله راتب طبعا، وحضور طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، وفي انتظار خلاص فعاليات هذا الافتتاح الخاص بصاله الكاراتيه الجديده وحديثة الإنشاء داخل النادي الأهلي. هو بكل تأكيد حدث مهم، حدث رائع، وكان حلم زي ما قلنا لكل أسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي إن هم يكون عندهم صالة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. في حاجة ناقصاكم تاني بخلاف الصالة كأسرة الكاراتيه؟ في حاجة تاني ناقصاكم؟ لا 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 لا، بصراحة مجلس الإدارة مش متأخر عن الكاراتيه بس. كويس. دي حقيقه بصراحه. يمكن انا جيت في برنامج قبل كده مع كابتن خالد العوضي وقلت فعلا زي ما تشرف الاستاذ عصام شلتوت وقال ان جمهوريه النادي الاهلي، انا قلت ان النادي الاهلي دوله. حتى زمايلي على الفيسبوك، لا انت ازاي تقول دوله جوه دوله؟ قلت لهم انا كرياضه جوه النادي الاهلي هو انا شايفها لانها نظم. ليه قالوا لك كده؟ ده تعبير مجازي يعني. ده قالوا لك ليه كان ليها لان هم قالوا لك بس اهلاويه ولا مش اهلاويه ولا لا؟ هم اتفضل. فالنادي الاهلي فعلا دوله. مجلس اداره زي ما تفضل الاستاذ عصام شلتوت وقال، يعني قصدي حضرتك دوله رياضيه يعني، دوله رياضيه برضه اكيد يعني. يعني هي دوله رياضيه كيف تنجح البلاد؟ يعني هي الناس بتعتبر بالنظام. انه ده بالنظام. يعني بالنظام. وطن احمر يعني بالظبط. فاحنا عندنا منظومه عاليه جدا. وبالتالي طالما منظومه عاليه وناجحين بقينا دوله ناجحه زي ما قال الاستاذ عصام، هي جمهوريه الاهلاويه. بالتالي احنا دايما بنتمنى كل دعم من مجالس الاداره، لكن احنا مش ناقصنا حاجه. احنا انا شخصيا كعضو جمعيه مهميه بتمنى لهم الاستمرار في النجاحات والانجازات اللي هم بيعملوها، حتى اذا ما وعدوش بحاجه احنا بنفاجئ بانجازات على ارض الواقع طبقا لرؤيتهم، لانهم جايين لمصلحه النادي الاهلي. هم اهل ثقه للجمعيه العموميه، ف مش ناقصنا حاجه من مجلس الاداره غير ان احنا نتمنى لهم دايما التوفيق والانجازات، وممتنين جدا لصاله الجزيره. متشوقين اكيد للتدريب فيها؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. طيب في هذه اللحظات بيوصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بصحبه طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. وخلاص يعني اعتقد لحظاته هيبتدي هذا الافتتاح، واكيد شيء اكثر من رائع. بيني وبينك يعني كده يا استاذ عصام، تحس ناس كده يعني مجلس، تحس انه مجلس قوي مش رموز في الحقيقه يعني. يعني خليني برضو اصحح التعبير، يعني كل مجالس ادارات النادي الاهلي كلهم
كلهم السابقين كانوا بيشتغلوا في صالح النادي الاهلي بكل جديه وكل حب واحترام يعني، لكن في الحقيقه المجلس الحالي بيقوم بمجهودات عظيمه يا استاذ عصام. ما هو ده النسق اللي يخليك تقول انه في يعني ايه زي لعبه الشطرنج على رقعه كبيره فيها الملك والوزير والطابيه والجندي والفيل والحصان وكذا. هي سميها كده. وبالتالي بص دايما الناس تتحدث من نولي السلطه، هل اهل الثقه ام اهل الكفاءه؟ بنسبه كبيره جدا تصل لحاجه و90%، ودي حاجه كبيره قوي، اهل الثقه في النادي الاهلي هم اهل كفاءه. عشان كده احنا قدامنا واحد موجود حاليا هو يتحدث باعتباره عضو جمعيه عموميه، المؤكد انه خد اختبارات وقدم سيارة ذاتيه وكل دلائل الخيارات في الكاراتيه والحاجات عشان يتعين. فبتتزامن دايما في النادي الاهلي انه اهل الثقه هم اهل ايه؟ كفاءه. والا لرايت انت بعض الناس يتحولوا زي ما انت قلت لمجرد فكره الرمزيه، لا، الرموز دائما تكرم في النادي الاهلي، لكن مش بالضروره تحكم على فكره يعني. وبالتالي مش قله كفاءه برضه، لا، يبقى هناك من هو رمز ويبقى هناك من هو قادر على العطاء ومؤهل للعطاء. يا اخي التتش العظيم لم يضبط يوم مديرا للنادي ولا رئيسا ولا وكيلا، لم يكن لدي اي بوزيشن يعني اي منصب يعني، ولكنه احد اهم رموز القرنين الماضي والحالي، واخد بال حضرتك؟ ومن ثم انت تعطي للمايسترو حقه رحمه الله ان تتحدث عن وزير الدفاع، واحد من علامات الاداره. طيب كان بين المايسترو ووزير الدفاع الاسطوره محمود الخطيب، مش الاسطوره الكرويه وفقط، الاسطوره التي تتلمذت اداريا صح في هذا الجيل العظيم. رص بقى وانت جاي بقى، عايز اللقطه دي بقى، اللقطه دي مهمه جدا. رص وانت جاي، رص وانت جاي وشوف يعني بقى كل طبعاً حد فيهم. يعني خلينا اقول لحضراتكم المشهد زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي في هذه اللحظات، الكابتن محمود الخطيب بيتوسط اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، واعتقد ان هم بيتناولوا وجبه سويا يعني زي ما احنا شايفين. اكل يعني العشاء بقى دلوقتي ولا العشاء كده؟ يعني حاجه بصراحه لقطه اكثر من رائعه. طبعا استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الاداره، الاهم من الاعضاء القدامى واضح يعني، وان هم حاطين ترابيزه اكل خاص بيهم، وده يعكس مدى التواصل والحب الواضح ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. قول انت بقى، انا قلت لك في الاهلي الاختيار على اساس ها من يفوز بحق ان يكفل حقوقه يبقى وكيل عن الملاك. هم دلوقتي رايحين للملاك، شفتش بقى حد فيهم معدي كده بيتغندر وملوش دعوه بالناس بيتداوا عليه؟ ايوه حضرتك، انا مش فاضيين دلوقتي، مفيش النادي الاهلي كده. لا مش ده النادي الاهلي طبعا، احنا يعني متعودين على قيم ومبادئ معروفه جدا بالنسبه لكل ابناء النادي الاهلي، وحاجه اكيد تدعو للفخر بالنسبه لكل اهلاوي ان هو عارف القيم والمبادئ الخاصه بهذا النادي العظيم والعريق على مدار التاريخ وعلى مدار ان شاء الله السنوات العديده والمديده المقبله ان شاء الله. طبعا الاستاذ طارق أندين عضو مجلس الاداره اكيد متواجد ايضا في هذه اللحظات، يعني اعتقد اعضاء مجلس الاداره بشكل كامل طبعا متواجدين في هذا الافتتاح لانه حدث مهم جدا. طبعا تواجد وزير الماليه الاحمر دكتور في حضور طبعا دكتور مراد عاصم طبعا رئيس جهاز الكاراتيه، من اهل الحلم على رأيك. الفرحه باينه على دكتور مهند مجدي بصراحه، استاذ جمال الجبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، يعني كل المسؤولين وكل مديري الادارات داخل النادي الاهلي اكيد متواجدين في حدث هام ومهم جدا زي ده. بعد على فكره طارق دي لعيد ميلاده يعني من 48 ساعه، يومين كل سنه وانت طيب يا صديقي الغالي. اولا يعني انت واحد من العلامات الشخصيات المحترمه قوي في النادي الاهلي الحقيقه، واعتقد انه ده سلام برضه في جزء عيد ميلاد وجزء مبارك على ما تم انجازه. هو طبعا فرحه كبيره لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، مش بس اعضاء مجلس الاداره في الحقيقه، اسره الكاراتيه، مش بس كمان اسره الكاراتيه، كل اعضاء النادي الاهلي بشكل عام. طب ايه سر الفرحه على وجوه المجموعه وانت يعني عشت في وسطهم وهم بيتجمعوا عشان يعملوا قائمه، ايه سر فرحتهم الطاغيه ده يعني؟ سر فرحتهم ان هم بيحققوا حاجه هم وعدوا بيها يا استاذ عصام، يعني ده شيء مهم جدا، ان هم لاقيين السعاده حواليهم بالظبط، الترابيزات اللي مروا عليها في جموع اوحش حاجه لما توعد زيش دي بتبقى وحش حاجه، لكن لما توعد بحاجه وفعلا تنفذها طبقا لجدول زمني انت حاطه ده قمه النجاح في الحقيقه. في لقطات في افلام زمان كده ايام ما كانوا لسه بقى مصر بتظهر فيها بترول، افلام احمد مظهر والنفايب وفي حته في الصحراء ومش عايز تطلع زي ما بيقولوا جاز، تفتكر كده لقطات اكيد شفتها ابيض واسود وكابتن خالد طبعا، اول ما البريمه فيبوسوا بعض والعرق يروح اللي هو ايه
احرزنا الهدف. بالظبط احرزنا الهدف، وده فعلا هم حققوا الهدف المطلوب بالتحديد في الجانب الرياضي من ناحيه الكاراتيه. خلاص دلوقتي اصبح الحلم حقيقه، بقى في صاله للكاراتيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا جماعه اللي عايش جوه النادي الاهلي عارف قيمه هذا الحدث بشكل كبير جدا، واعتقد كابتن خالد يوم تاريخي ومش هيتنسي لكل اسره الكاراتيه بالنادي الاهلي. لا اكيد مش هيتنسي اليوم الجميل ده، تحقيق الحلم لصاله نادي الجزيره فرع الجزيره. حلم كبير، اجيال كتيره اكيد ولادهم بقى هيتمرنوا في الصاله. فيعني هم اللي بطل منهم بطل، واللي كان ولي امر وبقى جد دلوقتي وبقى عنده احفاد، حفيده هو اللي هيتمرن في الصاله. فحلم جميل اتحقق، انعم بالسعاده على اسره الكاراتيه الاهلاوي. يا ريت يا احمد يا رشاد لو نتواصل مع زميلنا المراسلين هناك في مقر النادي الاهلي بالجزيره ان هم يحاولوا يعملوا لنا لقاءات. انا عارف ان هو في صعوبه شويه ان هم يعملوا لقاءات مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، لان هم عندهم الفعل اهم بكتير من الكلام والحديث، لكن هم اكيد ده بيحاولوا في هذه اللحظات ان شاء الله يكونوا لنا لقاء. حتى لو ما فازوش بكلام معاهم على الاقل ينقلوا لنا فرحه الناس. طبعا طبعا، يعني ده شيء مهم جدا. طيب عدد الممارسي لعبه الكاراتيه داخل النادي الاهلي بشكل عام حوالي كام يا كابتن؟ اكتر من 3000 لاعب ولاعب. اكتر من 3000، عدد كبير جدا. اكتر من 3000 لكل الاعمار. كل الاعمار اكتر من 3000 لاعب ولاعب على الافرع الثلاثه، الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. وفي اقبال اكتر كمان من كده، في توافد اكتر خلال، في توافد لان بيبقى في مدارس صيفيه بتبتدي من شهر 5، وفي في الشتاء في اجازه نص السنه بتبتدي، فالمدارس شغاله في 3 افرع. زاد العدد بيبقى عندهم امتحانات، فما شاء الله العدد في تزايد. ففعلا كنا محتاجين صاله زي كده. هل ده في صالح اللعبه داخل النادي الاهلي؟ انت كنت عندك اعداد كبيره ومهوله، اكتر من 3000 ده عدد كبير جدا. في صالح اللعبه ان احنا دايما يبقى عندنا اجيال توصل اجيال، لان احنا دايما نبقى عايزين صف تاني لمرحله 6 سنين يطلع لنا اولاد تانيين، عايزين في الفيرست تيم يجي من تحت، فدايما هيوصل ونحافظ على انجازات وبطولات ابطال العالم في الكاراتيه. هل اللعبه دي بتعتمد على الموهبه ولا الامكانيات الخاصه باللاعبين في هذه اللعبه بالتحديد بتيجي مع التدريب ومع الوقت؟ ما فيهاش موهبه زي كره القدم قوي، ولكن بتيجي مع الوقت، ويبان هو مواهبه فين، اذا كان يؤدي الكاتا اللي هو الاداء الاستعراضي او الكوميتي اللي هو يبقى فايتر. بيبان مع الوقت هو يقدر يتميز فين. يقدر يتميز يكون بطل كاتا او بطل كوميتي، ده بيجي مع الوقت. مش عايز موهبه، ولكن الموهبه بتيجي من الحب من البدايه، وهو داخل حابب عايز العب كاراتيه. فحبه ده اعتبره موهبه، ان هو حابب عايز يلعب كاراتيه، فداخل مقبل حابب ان هو يلعب كاراتيه، فاكيد هيبقى موهوب لانه حاسس بحاجه عايز يحققها مش عارف ايه هي. الواضح يا استاذ عصام الثقه الكبيره على وجوه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وده بيعكس معاني كبيره وكثيره جدا خلال الفتره دي بالتحديد، واكيد حضرتك قصد كلامي، لان احنا عارفين ان في كلام كتير بالتحديد على كره القدم، يعني زي ما احنا عارفين وازمه الدوري وكل ما يحدث من بيانات بتطلع وكلام كتير. مش حاسس ان في توتر على مجلس اداره النادي الاهلي؟ بالعكس انا شايف ان في ثقه كبيره، وعارفين هم بيعملوا ايه، وعارفين قراراتهم اللي هياخدوها ايه، والاجتماع الطارئ اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه هذا الخبر الهام. يعني مفيش اي مدعاه للتوتر، لان حلو. كل عمل منصف، انا بسال حضرتك السؤال ده لان حضرتك احد المقربين لمجلس اداره النادي الاهلي، فعايزك تنقل لي. مفيش اي مدعاه للتوتر، انت لا تحتاج ان تكون متوترا، لان انت ما عندكش مفاجات، ما عندكش حلو. حاجه بتفاجئك، عندك كل حاجه مجدوله تقريبا يعني كويس. وما دون ذلك يروح في بعد دراسه زي ما قلت لك من امبارح النهارده، يتم تجميع المجلس لاجتماع اسمه عنوانه طارق، هي دي الطارق الوحيد اللي حصل. ربما كمان في العدد تجد نفس الحكايه، لماذا المجلس لا يتوتر، لا ينقل حتى التوتر لاعضائه، لا ينقل التوتر لجماهيره، لانه في الاخر مع وجود كامل الامكانيات انت تستطيع ان تنتج. على مدار الساعه سيتدرب كل هؤلاء في 3 صالات، عكس مكان محدود او صاله بالمشاركه او مكان مستاجر، كنتش هتقدر تاخد الاعداد دي، لكن لما يبقى عندك زي ما بيقولوا 3 ورديات يعني وبالتالي لن تجد الا هذه الحاله على الوجوه، هي حاله الراحه بعد اداء عمل. وبالتالي التوتر ده ملوش غير حلين، اما ان تكون مليء بالاخطاء ولا تجد حلول، او
ان تترك كل شيء للصدفه، وبالتالي كل مره عايز تحل بسرعه حاجه فاجئتك. لكن في المنظومات الحقيقيه التي تشبه النادي الاهلي، ونتمنى زي ما قلنا ان تكون عدوى، وطبعا بالتالي في كتير مؤسسات في مصر حاجه تشرف اكيد طبعا نفس النسق، لكن الاهم هو ان يكون ليس لديك ما يسمى بعمل دون جدوله. ومع ذلك ففي الاهلي لو حضراتكم فاكرين في لجنه اسمها لجنه الطوارئ، لجنه الازمات، الطوارئ والازمات، اللي هي حين بقى تواجهك ها ما هو خارج جدولتك، عشان دي كمان ما تتعالجش بعشوائيه ولا بان حد يقول طب سيبولي دي، لا لا لا، لا عندنا مش حاجه اسمها كده. عندنا يطرح المشروع، توضع الاوراق، تجمع المعلومات، ومن ثم تخرج الحلول وتنقل لمرحله التنفيذ. تمام، يا ريت يا جماعه بقدر المستطاع، ايوه لسه كنت هقول لكم تعيشونا مع الاجواء والفرحه داخل النادي الاهلي. طبعا ده المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي للنادي الاهلي اللي بجوار الكابتن محمود الخطيب، واللي في الحقيقه هو برضه تربى في الاداره الهندسيه وهو احد ابناء النادي الاهلي، وفي الحقيقه بيقوم بمجهودات عظيمه يعني في الجانب الهندسي بالتحديد، كل ما يخص افرع النادي الاهلي بشكل كامل، مش فرع واحد بس، كمان الفرع الرابع كمان هو ليه اكيد دور كبير جدا فيه، وهو فرع التجمع، هذا الفرع المرتقب من قبل اعضاء النادي الاهلي سواء الحاليين او الاعضاء الجدد. طبعا شيء مهم، استاذ ايمن مبادره طبعا متواجد كمان الناقد الرياضي الكبير مع كابتن محمود الخطيب، يعني بصراحه زي ما احنا بنقول حدث مهم جدا وكويس قوي وجميل جدا ان احنا عايشين الحدث ده لحظه بلحظه كده وصوره حيه قدامنا دلوقتي وامام مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي طبعا في هذه اللحظات. فبالتالي طبعا كابتن محمود الخطيب في هذه اللحظات داخل صاله راتب في مقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادا للاحتفال وافتتاح صاله الكاراتيه بالنادي الاهلي، صاله حديثه الانشاء، هي مش صاله بتتطور، لا هي صاله حديثه الانشاء، وده الاهم. يعني جوانب عديده في الحقيقه لازم نتكلم فيها وهو بخصوص هذه الصاله، لان انت ما كانش عندك اصلا صاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره، فبالتالي هي انشاء كامل وصاله جديده تماما بتنشا وانشئت خلاص يعني داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. منظر رائع في الحقيقه، تواجد جميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد دكتوره رانيا علواني اعتقد مش موجوده، ممكن تكون لسه هتيجي، يعني اعتقد معظم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن جوهر نبيل طبعا عضو مجلس الاداره وصل في هذه اللحظات ومتواجد، وشيء رائع في الحقيقه من قبل كل الحضور سواء مجلس الاداره سواء دكتور عاصم متواجد، طبعا مراد عاصم رئيس الجهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، واللي اكيد بيعيش لحظه من اسعد لحظاته وحلم كان منتظر بالنسبه له. فبالتالي احنا في هذه اللحظات بنعيش احداث مهمه جدا وخبر هام وحدث مهم جدا، وهو انشاء صاله الكاراتيه وافتتاح هذه الصاله اخيرا داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره. كابتن خالد عندك اي تعليق على الصوره الرائعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ والله مفيش احلى ولا اروع من كده، كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره زي ما حضرتك تفضلت، وكابتن عصام شلتوت، الفرحه بانجاز مجموعه العمل دايما لها رونق ولها زهور، دايما الهدوء بيمثل كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. حلوه قوي الكلمه دي، الهدوء. الهدوء الهدوء الجميل، الهدوء الجميل اللي انا بحبه في كابتن محمود الخطيب، كل حاجه بتريث، قرارات مدروسه، هو والمجلس الموقر المحترمين جميعا. بحب هدوء كابتن الخطيب لانه بعد كده بياخد قرارات جميله جدا، تعبيره عن القلعه الحمراء تعبير راقي، وبيدافع عن القلعه الحمراء في كل الاوقات وهو مستميت، وعايز احلى حاجه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ده في الحقيقه واضح يعني من خلال كل التصرفات اللي كان بيقوم بيها مجلس اداره النادي الاهلي سابقا او خلال الفتره السابقه يعني بالتحديد، وكل ما سيحدث خلال الفتره الهامه جدا تاني الهامه جدا المقبله في تاريخ الكره المصريه بشكل عام. وانا بصراحه عن نفسي يعني واكيد كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي عندهم ثقه كبيره وكامله في مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، والثقه دي بتبقى يعني ثقه دائمه سواء المجلس الحالي المجلس السابق الاسبق، يعني كل المجالس في الحقيقه بتكون
بتقوم بكل الدور المطلوب منها، زي ما احنا شايفين كمان يعني الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الشباب والرياضه السابق في حديث فردي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كابتن عصام، يا استاذ عصام شلتوت، طبعا في اي تعليق حابب تقوله على الصوره الرائعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ لا، مش هقدر اضيف على اللي انتوا قلتوه. تناغم رائع، انتظار للحظه يعني قص شريط منتج من الذي تم الاتفاق عليه في العقد الذي كتب بين اتحاد الملاك ومن اتوا بهم للاداره، وبالتالي اوان التسليم يعني. مع تعبير، والله بيقول تعبيرات جميله يا استاذ عصام شخص. لا العفو، لا بالفعل. شوف، ده انا لمسته في النادي الاهلي، وده سر هذا البقاء على القمه للنادي الاهلي، هي فكره انه هناك زي ما قلت لحضرتك طريقه في عارف لما يقولوا في حاجات كده اسلوب حياه. ففعلا هو اسلوب حياه وتقوم عليه مؤسسات وشركات ودول وبقالات صغيرة. شوف، ما من شيء له سيستم إلا وتجد أن عناصر النجاح متوفرة، وبالتالي مش هتلاقي المشهد بيتغير إلا زي ما قلنا في طفرات بقى يعلو فيها الإنجاز، اللي هي فكرة مكان يدوب يتعمل فيه صالة فتنتج صالة فاخرة بمقاييس الزمان والمكان. إنما ستجد أن أحلام الأهلوية على التوالي، هات لي مره سقطت احلام الاهلاويه، تلاقي اي توقف ما تقدرش تقول تراجع، بعديه على طول دور واطلع. السياره الحمراء تاتي للخلف، مفيش السياره الحمراء تعود للخلف، تاتي للامام، لا مفيش حاجه اسمها تعود للخلف. وبالتالي زي ما قلت لك، انت قلت هذا الهدوء على وجه كابتن محمود الخطيب، يعني عارف ايه، ما دام بقى حابب نقعد نقول مصطلحات، فعلا الهدوء تميزا للاهلي، يعني هذا هو ما يمكن ان تجد خلاله حلول. انما التوتر لن ياتي الا بتوتر، ولن تبحث على حلول وقتها، ستكون رده فعل. والهدوء ده فعلا يعني بياتي بثماره يا استاذ عصام. حضرتك هنقعد هاديين فهتقول لي ايه، طب هات الورق، فهقول للكابتن خالد طب قول لنا ايه اللي حصل، فهنقول طب هاتوا المخرج، فيا جماعه الكاميرا فيها ايه، طب البروديوسر، هذا هو الهدوء. لكن هنتشعلل ورا بعضينا، ازاي يقولوا البرنامج بقت 6:15؟ لا، ما كده لا حد هيقعد يقول لك ازاي، ولا انت عارف هو بقى 6:15 بدل 6 ليه، وعايز تعمل اي حاجه عشان ما يبقاش شكلك وحش. وده في ادارات كثيره جدا في مناحي كثيره، مش بس في الرياضه ولا في الانديه. وبالتالي ضبابيه المشاهد تاتي عندما لا تعطي العيش لخبازه بالبلد الفصيح. عندما تكون كل الاشياء ممنهجه، مش هتلاقي ابدا ان الريموت كنترول تقول له قناه الاهلي فيجيب لك القناه مثلا اللبنانيه، مستحيل. مستحيل، لان انت مبرمج التلفزيون، في الاخر بقيت راجل بتشتغل على الريموت. وبالتالي يدور دائما هذا الكيان العظيم، وكيانات اخرى عظيمه في مصر وفي دول كثيره جدا، حتى الدول نفسها تدور عندما تكون هناك اداره. يا امير، الامريكان يتفوق على اوروبا بفكره الاداره الامريكيه، واخد بالك؟ تمام. وده طيب، عصب الحكايه. اكيد. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ونشوف معاه لقاءات او اخبار جديده. قول لنا يا شريف كل ما هو جديد لديك، اتفضل. تحياتي ليك يا زميل امير من جديد طبعا، وضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل احنا هنا في صاله راتب باشا، طبعا مجلس الاداره بالكامل، يمكن رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، ونائبه مع الوزير العمري فاروق وامين الصندوق، طبعا الاستاذ خالد الدرندلي، وباقي اعضاء مجلس الاداره فوق السن وتحت السن، الكل في انتظار معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لافتتاح الصاله الكاراتيه المخصصه طبعا للتدريب. يعني زي ما قلت لك يا زميل امير، يمكن صاله الكاراتيه بتتسع حوالي 600 لاعب لفرع اعضاء النادي، طبعا النادي الاهلي بالجزيره، صاله تدريبيه على اعلى مستوى، يمكن من كل التجهيزات، صاله مكيفه، صاله بها مدرجات للجماهير، صاله بها ساوند سيستم، صاله فيها اضاءه ال اي دي، صاله يمكن بساط على اعلى مستوى، يمكن صاله مواكبه فعلا للتطور الدولي في لعبه الكاراتيه. مجلس الاداره بالكامل منتظر وصول طبعا وزير الشباب والرياضه لافتتاح
هذه الصالة كما وعد مجلس الإدارة. برنامج عائلة النادي الأهلي، الإنجازات تتوالى إنجاز وراء إنجاز، الكل هنا في لحظة أو بعد لحظات هيكون في افتتاح لإنجاز جديد للنادي الأهلي. طبعا معي مدير النادي الأهلي، طبعا يمكن سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، بقول لك أهلا بيك، مليون مبروك، الإنجازات تتوالى إنجاز وراء إنجاز كما وعدوا مجلس الإدارة عائلة النادي الأهلي، الإنجازات تتوالى. بعد قليل افتتاح الصالة الخاصة بالكاراتيه أو لعبة الكاراتيه، بتخدم حوالي 600 لاعب من أعضاء النادي الأهلي، مليون مبروك. وعاوزين بقى نتكلم النهاردة عن الافتتاح وعن اليوم الجميل لأعضاء النادي الأهلي. لا طبعا الحمد لله، مبروك لأعضاء جمال عمال النادي الأهلي ومجلس الإدارة، المجهود طبعا بيتعمل، مجلس الإدارة بيسابق الزمن في برنامج اتحط وتم وضعه قبل الانتخابات، برنامج انتخابي. طبعا كابتن محمود الخطيب ما فيش كلمه بتتقال او بتطلع من بقه او وعد بيقوله للاعضاء الجمعيه العموميه مش كلام انتخابات، يعني هو طالما الكلمه اتقالت خلاص احنا متحملين الكلام اللي اتقال. الحمد لله في برنامج عائله الاهلي، لو الناس النهارده مسكت البرنامج دوت اللي كان بيتوزع ايام الانتخابات هتلاقي احنا الحمد لله في اول سنه يمكن 60% او 65% تم انجازه بالفعل. كان من ضمن البرنامج عائلة الأهلي إصالة الكاراتيه، عشان خاطر كانت الشكوى دايما موجودة، وخصوصا في مقر النادي بالجزيرة. يمكن مدينة نصر عندهم صالة الحمد لله رب العالمين، بس كان فيها تطوير التكييفات بتاعتها وتم بالفعل برضو، دي كانت أول مراحل خلصناها. النهاردة صالة الكاراتيه اللي تم وعد أعضاء النادي الأهلي ولعبة الكاراتيه أسرة الكاراتيه بيها، دي فعلا ان شاء الله باذن الله كلنا موجودين، وهتفتتح كمرحله اولى. الاسوار خلال فتره قريبه جدا برضو هيتم استلامها بشكل كامل، ويمكن النهارده كان في جلسه رئيس النادي مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب مع محافظه القاهره، لان طبعا النادي الاهلي محافظه القاهره هو نادي المحافظه نفسه، ففي بيبقى موجود شراكه بين النادي الاهلي وبين محافظه القاهره في الاعلانات الموجوده. وزي ما شايفين برضو الاسوار احنا بنغير الشكل العام الحمد لله رب العالمين. مدينه نصر نفس القصه برضو، خلال ايام باذن الله هنستلم منطقه الجلوس او الحديقه الجديده اللي معموله اللي فيها اعلى منطقه فود كورت هتبقى موجوده ان شاء الله. يعني انت بتحاول بقدر الامكان بتتحرك، ده النادي بيتنا، واحنا زي ما بنقول اللي بنحلم بيه رئيس مجلس الاداره في برنامجه الانتخابي عايز يعمل اللي هو بيحلم بيه لاولاده واعضاء الجمعيه العموميه واخواتنا، هي كلها زي ما انت بتقول عائله النادي الاهلي، فالحمد لله. وفي نفس الوقت ده انا بنتكلم في الاجتماع، انت النهارده هتشوف النادي النهارده في اليوم دوت الصبح كان عندك مؤتمر طب رياضي برئاسه الدكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه، النهارده عندنا بعد قليل جدا الساعه 8 في الاجتماع الفني دكتورة افريقيا اللي هتبدا فعالياتها بكره لكره السله. ويمكن احنا بننظم النادي الاهلي بينظم 3 بطولات افريقيا في الاسبوع اللي مصر ان شاء الله باذن الله هتستلم رئاسه الاتحاد الافريقي، فانت هتلاقي نفسك النادي الاهلي دور المجتمعي ودور الرياضي ودور التربوي شغالين في كل الاتجاهات، هو ده النادي الاهلي، فربنا يكرم بيتم بخير ان شاء الله. النادي الوطني النادي الاهلي طبعا، يمكن النهارده الصاله بتواكب التطور الدولي، صاله على احدث مستوى، صاله مكيفه بيها مدرجات لي طبعا عشان الاسر تتفرج على اولادهم، ساوند سيستم، اضاءه على اعلى مستوى، اضاءه ال اي دي، بصوت على اعلى مستوى. النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف، ما بيسيبش حاجه ما بيناقشهاش ما بيعملهاش، شكلها جمالي من بره كمان ولا اروع ولا اجمل. هو يمكن يعني الامور وانت قاعد بره المسؤوليه او انت عضو في النادي انت بتحلم خلاص، ولكن عشان تنفذ على ارض الواقع لا، في مجهود وفي اجراءات وفي ورق. عمليه في جهه اداريه موجوده، في جهاز مركزي محاسبات موجود، في ممارسات ومناقصات موجوده، ويمكن احنا مجلس الاداره يعني اتجه افضل مؤسسه اللي هي تتباشر هذه الاعمال وحجم الانشاءات اللي هتعمل في النادي الاهلي هي المؤسسه العسكريه للقوات المسلحه، عشان كده كان اول بروتوكول اتعمل خالص لو هنفتكر من سنه تقريبا مع جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. ليه؟ لان انت ضامن المصداقيه، ضامن السرعه، ضامن الالتزام، فهو ده اللي احنا وهو ده اللي احنا دايما بنبقى عندنا كل المجتمع المصري الوطن المصري عندك ثقه كامله في المؤسسه العسكريه، فعشان كده كان في بروتوكول مع المؤسسه العسكريه، وبالتالي انت شايفين النهارده في التزام بتسليم كافه الانشاءات الخاصه بالمشروعات التطوير النادي الاهلي على مستوى 3 فروع، فالنهارده اول حاجه فربنا يكرم باذن الله. والصاله طبعا موجوده، انت عندك زي ما انت قلت الحته الجزء الفني بقى، يعني يمكن حظ لعبه الكاراتيه للدكتور مهند بطل العالم عضو
مجلس الاداره. فدي طبعا هو بيحط فنياته، والدكتور مراد عاصم برضه نفس القصه مع المستشار الهندسي مع كابتن رؤوف عبد القادر. فده الناتج بقى اللي احنا شفناه، فربنا يسهل ان شاء الله. مبروك يا فندم. رب يخليك، مبروك عليكم. شكرا. مبروك. زي ما الامير يمكن لسه مستمرين في داخل النادي الاهلي في انتظار طبعا وصول وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. عوده ليك من جديد، اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الهام جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وفي الحقيقه ايضا بيقوم بمجهودات اكيد كبيره جدا بحكم منصبه، اكيد بيبقى عليه يعني ضغوط كبيره وشغل هام لازم بيقوم بيه. كلام مهم جدا يا استاذ عصام شفناه من طبعا عميد محمد مرجان، وقال ان تم تطبيق او تنفيذ البرنامج الخاص بعائله النادي الاهلي بنسبه 60-65% من خلال فتره الآن. زمنيه صغيره حتى جدا حتى الان. شوف بقى البحث عمل ايه، السيرش اللي عملوه عشان ياتي في المواعيد. المؤكد ان هناك منفذون او شركاء يبقوا معاك في تنفيذ يعني كل متطلباتك، موجودين كتير بيقدموا كراسات شروط زي ما بيقولوا في المناقصات والعطاءات. لكن الى اين ذهب الاهلي؟ وقع بروتوكول مع مين؟ مع الاداره الهندسيه لقواتنا المسلحه والمؤسسه العسكريه. واحده من علامات جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، انا اسف، جهاز الخدمه الوطنيه. واحدة من علامات وسمات قواتنا المسلحة، وطبعا فعلا. كل المناحي الاقتصادية والهندسية في كل جيوش العالم هي بصبغة القوات المسلحة، اللي هي النظام طبعا. والالتزام أكيد. راح بسرعة عشان الوقت ما يسرقوش، لأنه في العمل العام هناك حتى على مستوى الأعمال الصغيرة، شقة ولو شقة شاب لسه بيبدأ، تلاقي في شروط فيقول لك لو ما سلمتكش ما في شرط جزاء. الأهلي لا يريد شرط جزاء، الأهلي يريد إن البيلين تيجي جون على طول. فراح جاب حكم من أوروبا عشان ما يبقاش فيه أي حاجة، راح جاب لو زي ما بنقول في الكرة راح جاب جهاز الخدمة، احنا بنقول عليها الخدمة الوطنية، الخدمة الوطنية ليكون هو الشريك في التنفيذ بالظبط، أعلى القمم الهندسية زائد انضباط المواعيد، ومن ثم ما وقعش منه الميعاد ولا وقع منه آمال العباد في أنه ده يطلع أفضل الأشياء كمنتج يعني. طيب لو انت ما فرغتش رأسك لان تنفذ في التوقيتات هتاخد باقي ما يحدث حولك في العالم بقى مش في مصر بس، ان تكون رهن تأخير شهر اسبوع خمسة عشرة شهرين ثلاثة، فما جدوى الاستفادة المادية وقتها بتوقيع عقوبات يعني. اعتقد انه كل ما هتفتح الكادر يا امير وطبعا مع جمهورك لان انت موجود طول الوقت وعارف كابتن خالد كذلك في النادي او مع كمان الاسره الاهلاويه، لكن كل ما تفتح الكادر الناس هتستفيد حاجه جديده، كيف تنفذ، كيف تكون جاهز للتنفيذ قبل مرحله ان انفذ، وبالتالي هتلاقي الكثير والكثير يرتجس عليه يا جماعه في انك تقدم في الاخر مجلس اداره انت لمحت والكابتن خالد وكل الجمهور العظيم اللي طبعا النادي لا يسعهم علشان يبقوا فرحانين، وبالتالي من خلال شاشه القناه بيتابعوا افتتاح صاله الكاراتيه او واحده من منتجات ناديهم، لانه يعني يا جماعه يوم الانتخاب كان في شيء عظيم قوي، كان الجمهور مع الجمعيه العموميه اللي واقفه طابور عشان تدخل بيقولوا لهم احنا شركاء، اختار معاك زي ما انا حضرتك بتخش جوه انا بخش جوه الاستاد وبخش جوه الاهلي وبخش بقلبي وبخش بتمويل تذكرتي وبخش بحبي الجارف، انا شريكك في الاختيار. وبالتالي الشاشه وهي بتفرج كل الجمهور الاهلاوي النهارده لا لهم ان يفخروا، ولك ان ترصد حضرتك والكابتن انه هذه البسمه على الوجوه تعني ان الهدوء هو ما يمكن ان يحقق النجاح للاهلي ولغيره. اكيد كابتن خالد، فترة اللي جاية هيكون عليكم أكيد مجهود كبير مطلوب إن هو يبذل طبعا في لعبة الكاراتيه وتجهيز اللاعبين بشكل أكيد هيكون أفضل بعد هذا التطور الرائع وبعد توافر كل الإمكانيات لدى جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي. البرنامج اللي أنتوا واضعينه خلال المرحلة المقبلة ممكن يكون عامل إزاي؟ هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن إحنا الصالة حلم، ولكن ما كانتش معطلانا عن ادائنا الفني اللي مطلوب جوه النادي. الصاله هتزود لنا قاعده الاساسيه من الناشئين والناشئات للاقبال على الكاراتيه في فرع الجزيره، هيخلي القاعده
بدل ما احنا واصلين 3000 وزياده هيبقى اكتر من كده بكتير، هيحافظ لنا على القاعده، ولكن ما كانتش الصاله هي معوق لينا عن تحقيق انجازات اكيد، او كنا منتظرينها ان احنا نعمل برنامج عمل عشان نوقفها، لا، لان احنا كاهلاويه همنا النجاح مهما كانت الامكانيات. الصاله ما كانتش معوق لينا، الصاله كانت حلم بنتمناه نشرف بيه جوه النادي الاهلي. اقصد ان هيكون في برنامج مريح اكتر بالنسبه لكم هو خلال الاستعدادات بشكل انسب من خلال توافر كل هذه الامكانيات. هو ده حقيقي، لان احنا عاملين جوه النادي الاهلي في منتخبات للفرق، فكانت الفتره اللي فاتت بتروح الشيخ زايد مره وتروح مدينه نصر مره، ففي الجزيرة فرع الجزيرة ابتدت من امبارح ان في تعليمات ان المنتخبات تتجمع في الجزيرة زي ما كانت مواعيدها قبل كده قبل انشاء الصالة، وبالتالي فهيبقى مقر الجزيرة تجمع للمنتخبات كلها بتاع فرق النادي، لان ده بيطلع لنا محصلة من الابطال ونقدر نعمل فلتريشن للعيبة كلهم ونجمع اكبر تجانس من احتكاك المحلي للاعبين. كويس. طيب خليني بس انوه تنويه مهم جدا بالنسبه لكل محبي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بكره هيكون عندنا ثلاث استوديوهات غايه في الاهميه. الاستوديو الاولاني هيكون من خلال زميلي العزيز كابتن اسامه حسني، وهيكون فيه تمام او هيبتدي فيه تمام الساعه الواحده والنصف ظهرا، وده هيكون استوديو تحليلي بخصوص مباراه الاهلي وبيراميدز مواليد 2001، مباراه اكيد هامه جدا وهيكون في تغطيه كامله لهذه المباراه من خلال طبعا الكابتن اسامه حسني زميلنا العزيز، هتبتدي بالظبط في تمام الساعه الواحده والنصف. في تمام الساعه الخامسه هيكون في استوديو تحليلي خاص بمباراه الاهلي وحرس الحدود في بطوله الدوري العام، هذه المباراه الهامه جدا في اطار توالي المباريات وهذه الفتره الهامه بالنسبه لفريق كره القدم من النادي الاهلي، فبالتالي هيكون استوديو تحليلي هام من خلال زميلي العزيز كابتن اسلام الشاطر وضيوفه اللي هيكونوا منورينه اكيد في الاستوديو، وده هيكون في تمام الساعه الخامسه والنصف بالظبط ان شاء الله هينطلق هذا الاستوديو لتحليل والحديث عن هذه المباراه الهامه اللي بنامل اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يحصد فيها ثلاث نقاط اخرى مهمه في مشواره نحو الحفاظ على بطوله الدوري العام. لو يا جماعه القايمه نزلت بتاعه النادي الاهلي يا ريت تبعتوها لي، لان اكيد كل اللي بيتابعونا يهمهم يعرفوا قايمه الفريق ان شاء الله المباراه الغد. كمان ان شاء الله في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء هيكون استوديو اخر من خلال طبعا الكابتن الكبير زميلنا العزيز كابتن خالد العوضي، وده للحديث وتخطيط مباراه رجال كره السله في البطوله الافريقيه امام فريق اول اغسطس الانجولي في دور ال 16 لهذه البطوله. طبعا كابتن خالد العوضي هيكون معاكم من بعد المباراه مباشره لتحليلها طبعا بصحبه اكيد ضيوفه الاعزاء والكرام اللي هيكونوا متواجدين معانا هنا في الاستوديو. اعتقد يوم بكره هيكون يوم حافل جدا من خلال شاشه قناه الاهلي وكل التغطيه الخاصه بكل ما يخص النادي الاهلي وفرق والعابه المختلفه داخل جدران القلعه الحمراء. يا ريت لو تبعتوا لي قائمه النادي الاهلي يا جماعه اللي بتخص فريق كره القدم لمباراه الغد، عشان ده هيكون شيء مهم جدا اعتقد يعني في طريقها للخروج يعني بعد لحظات، لان اعتقد التمرين ممكن يكون لسه ما خلصش، فبالتالي لسه القائمه ممكن ما تكونش اعلنت، لكن كل الاحوال وبكل تاكيد نتمنى كل التوفيق لجميع الفرق اللي بتمثل النادي الاهلي في مختلف الالعاب. ده هيخليني اروح معاك يا استاذ عصام وكل نتكلم على جزئيه الهدوء، وده كان شيء مهم جدا، وهنضرب مثل بفريق كره القدم والمثل الابرز بالنسبه لكل المتابعين وكل محبي النادي الاهلي هو هذا الفريق. ويمكن الفتره اللي فاتت قبل شهر يناير بالتحديد واكيد تتفق معانا كابتن خالد كان الامور صعبه شويه، كان الاداء مش على ما يرام، النتائج ما كانتش جيده، لكن الهدوء قاد النادي الاهلي لجني ثمار هذه النتائج في هذه الفتره بعد صفقات جديده، بعد عوده المصابين. وبمناسبه المصابين النادي الاهلي ايضا تعاقد وتم الاتفاق مع جهاز استشفاء خاص بفريق كره القدم، هيئه طبيه ده طبعا ده مؤخرا، قبليها كان في تعاقد على الجهاز نفسه بالظبط، جهاز استشفاء خاص بالنسبه لفريق كره القدم النادي الاهلي، ده شيء اكيد مهم، بالتالي كان في هيئه طبيه طبعا برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز هذا الطبيب المعروف والشهير طبعا على مستوى العالم، واكيد هيدي اضافه كبيره جدا في خصوص الناحيه الطبيه. بالتالي الهدوء ده قاد مجلس اداره النادي الاهلي، قاد جمهور النادي الاهلي لجني الثمار في هذه الفتره. عندنا فريق اكثر من رائع من حيث اللاعبين، سواء انتدابات جديده سواء عوده بعض المصابين، بالتالي انت بتنافس بكل قوه دلوقتي على بطوله الدوري وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا. استضافه شوف ما كانش هيحصل اي شيء الا الهدوء، وان تجد اولا صيغ
للتعامل مع المواقف. لكن فكرة أن تكون زي ما كانت الناس بتطالب افتح خزائنك يا أهلي، اشتري يا أهلي، طيب ما هو هيفتح وهيشتري. بس عندما تستكمل العناصر في مواجهات مهمة جدا كان ليس لديك إلا الموجودات بالفعل، أيضا أنت تغير الجهاز الفني، ومن ثم الأهلي لم يعتاد على شراء لاعبين خارج إطار الموافقة أيام لجنة الكرة، ثم الأيام التي أصبح الكابتن محمود الخطيب هو من يتولى إمرة الموضوع مع الجهاز الفني، استعان بالكابتن سيد ووضعوا السيفيهات. عندما أتى بلاسارتي لم يكن يمكن أبدا إلا عرض كل ما لديهم على لاسارتي، اولا عشان يقول مين ومين، ويمكن جيرالدو اكبر دليل على اللي انا بقوله، لان الناس تفكرنا بنقول كده بعد ما كان جاي والعدسات كلها بتقول افريقي ومحلي وكذا. لم يقال كانش ينفع يبقى افريقي لان هو لعب مع اوغسطس، لكن يعني كان معروف مدى اهميه هذا اللاعب، اهميه هذا اللاعب. لكن فجاه الراجل قال استوب انا اشكل، ثم قياده محليا، ثم قال ساعتمد عليه فورا بعد ما كان ممكن تاجيل الاعتماد عليه. الان أكد مجلس إدارة النادي الأهلي أن كل الأمور تدرس، وأنه يستمر ويستمر على ما وجد الخطيب ويمكن مع الوزير الأسبق عمرو فاروق نفسه فيه لما كانوا بيقولوا المدرجات لا تحكم، لكن نسعدها بقراراتنا. تمام، خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي ومعاه لقاء هام جدا في هذه اللحظات مع المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ أو المهندس سامح علي كامل في هذا اللقاء الهام جدا مع شريف. اتفضل يا شريف. الحقيقة مجددا يا زميلي أمير ولكل مشاهدينا وكل ضيوفك، طبعا يمكن مع المهندس يعني المهندس الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي مهندس سامح علي كامل، بنقول لك ألف مليون مبروك، حاجة بجد شرف وفخر ان الواحد يشوف صاله زي كده، اهوت حاجه محترمه تليق بعضو النادي الاهلي. عاوز بقى تكلمي عن تفاصيل الصاله، مواكبه فعلا للتطور الدولي ولا لا، كلفت حوالي كام؟ نبدا الاول، الصاله دي كانت اصلا كانت خيمه بالظبط مش مفتوحه، كانت في خطه انشائيه موضوع مجلس اداره كابتن محمود، كانت اول حاجه في الخطه الانشائيه كانت صاله الكاراتيه. الصاله زي ما شفتوها كده صاله مجهزه على احدث مستوى، صاله مكيفه، مدة تنفيذها كانت حوالي 9 شهور، كلفت حوالي 9 مليون جنيه. الشغل اللي معمول فيها إلى حد ما رقم مقبول جدا، بالتالي النادي الأهلي يعني يستحق إن يكون في صالة بالمستوى دوت، ما ينفعش يكون في خيمة يعني خلاص. ما يبقى عندنا 600 عضو بيستخدموا هذه الصالة، لا ده لازم يتعمل لهم أحلى صالة كمان. لازم أحلى صالة طبعا، يعني أحلى صالة، وفي جزء قدام الصالة كمان لأولياء الأمور عشان يبقى فيه وشايفين ولادهم بيتمرنوا. الحقيقه الصلاه بصراحه يعني الواحد يعني الصوره هي ادق تبليغ ليها بصراحه. مواكبه للتطور الدولي؟ طبعا، وكابتن مراد عاصم كان معانا، هو اللي ادانا الابعاد، وكنا في تنسيق كامل بين جهاز الكاراتيه وبين الشغل بتاعنا عشان نطلع حاجه مقبوله، مقبوله فنيا كمان، هندسيا طبعا مقبوله وفنيا للعبه ان شاء الله. فالحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله، وده اول افتتاح لمنشا جديد وتتولى افتتاحات ان شاء الله الفتره الجايه. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا شريف. شكرا. يمكن ما زلنا مستمرين زميل امير مع المهندس احمد عبد الله، طبعا منسق جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. يمكن العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال لي النادي الاهلي ادى المشاريع كلها بتاعته لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، تسليم على اعلى مستوى، شغل على اعلى مستوى، الجوده باين يعني باين الجوده في الشكل الخارجي وفي الديزاينات من جوه. شابوه ليكم. طبعا ربنا يخلي حضرتك، احنا سعداء جدا ان احنا بنشارك في المنشآت بتاعه النادي الاهلي. تكلفنا بالمشاريع الخاصه بالنادي الاهلي طبعا ده شيء عظيم بالنسبه لي انا، ده فخر لانه انا كمان ابن النادي الاهلي. بنحاول دايما نكون دايما عند حسن ظن الناس بينا، انه التسليم تتم في قبل مواعيدها وبجوده عاليه وتتناسب مع المكان اللي هي موجوده فيه. طبعا النادي الاهلي صرح كبير ويستحق اكتر من كده بكتير. المجهود بتاع الصاله خد مجهود شاق الحمد لله، طبعا خد تقريبا حوالي 9 شهور تقريبا. مظبوط. وطبعا مجهود الاداره الهندسيه وعلى راسهم طبعا المهندس سامح وكل مجلس الاداره الحقيقه كانوا بيتابعوا عن كسب يعني يوم بيوم الاعمال اللي بتتنفذ في الصاله. ده كان شرف لينا جدا، ومش بس الصاله، الحمد لله جميع المشاريع الحقيقه بتتابع يوم بيوم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم بينا يعني ان شاء الله. صور ما شاء الله حاجه تشرف.
السور الحمد لله ده ما خدش وقت اصلا، السور سواء هنا او في مدينه نصر ما خدش اكتر من 3 شهور تقريبا، كان الاسوار كلها خلصانه وجاهزه انها يعني دي رؤيه كامله. بنحاول نغير شكل الرؤيه بتاعه السور القديم لسور جديد، ان شاء الله دايما نحقق المطلوب مننا. شكرا. شكرا لي. الله ينور على شغل السور الهايل جميل جدا، ودي خلي بالك الفتره الجايه هتلاقي الروح دي بقى في كل منشات النادي الاهلي. الشيخ زايد جاي ان شاء الله، التجمع الخامس جاي ان شاء الله، ومدينه نصر فيها مشروعات كتيره هنفتحها خلال الايام الجايه ان شاء الله باذن الله. اليوم مبروك، نشوفكم معاكم ان شاء الله، نشوفكم على خير. شكرا يا شيخ. شكرا زميل امير. يمكن العضو يطلب مجلس الاداره يلبي كل يوم في جديد في النادي الاهلي، انجازات ورا انجازات، الافتتاحات تتوالى. يمكن بعد قليل باذن الله على موعد مع افتتاح صاله الكاراتيه الخاصه باعضاء النادي الاهلي. عوده ليك من جديد، اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذه اللقاءات الهامه جدا، سواء مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، او حتى المهندس احمد عبد الله من مصر جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. ولو سنحت ليك الظروف يا شريف، يا ريت تجيب لنا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لو مسموح طبعا ان هم يكونوا متواجدين معنا ونسمع منهم رايهم عن هذا اليوم. هنواصل كلامنا وتغطيتنا عن هذا الحدث الهام جدا بافتتاح صاله الكاراتيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. استنونا بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم وتغطيتنا الخاصة لحدث هام جدا النهاردة، هو افتتاح صالة الكاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هذا الحلم المنتظر واللي انتظروا الكثير والكثير من أعضاء النادي الأهلي، وانتظروا كمان كل جهاز الكاراتيه داخل النادي الأهلي. النهاردة الحلم أصبح حقيقة على أرض الواقع، بقى فيه خلاص صالة الكاراتيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده شيء اكيد جيد جدا في اطار الخطه الزمنيه اللي وضعها مجلس اداره النادي الاهلي في جميع الاتجاهات، سواء الجوانب الانشائيه، الجوانب الاجتماعيه، الجوانب الرياضيه. بصراحه كل حاجه ماشيه بشكل جيد جدا في الحقيقه، ولازم نشيد بهذا الدور اللي بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. هنكون معاكم لحظه بلحظه، لان خلاص الافتتاح هيكون خلال لحظات من دلوقتي او دقائق من دلوقتي، وفي حضور طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وكمان في حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، بجانب اكيد كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واللي بيترأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كابتن خالد، الفتره الجايه اكيد زي ما قلت لي عندك تحديات كتير مهمه، او جهاز الكاراتيه داخل النادي الاهلي عنده تحديات كتير مهمه، لكن انا عايز اتكلم عن جزئيه مهمه جدا بالتحديد، وهي خاصه في كيفيه اعداد بطل للكاراتيه داخل النادي الاهلي. الموضوع ده مش بيبقى سهل، بيحتاج مجهود كبير جدا عشان انت تهيئ او تعد بطل يقدر ان هو يحصد الميداليات، سواء على مستوى الدولي او المستوى المحلي، وان شاء الله قريبا جدا على مستوى ان شاء الله باذن الله. اكيد بتاخدوا مجهود كبير جدا في اعداد البطل في الكاراتيه. هو اكيد طبعا كل نجاح بيبقى مترتب على مجهود وكفاح. اكيد اعداد البطل بيتعب فيه اكتر اولياء الامور، لان بصراحه لولا رعايه اولياء الامور للولاد النادي هم اساس في مساعدتنا ان احنا نساعدهم ويبقى اولادهم ابطال. ولي الامر في المقام الاول بيهتم بالتغذيه لاولاده للولاد النادي، بيساعدونا في انهم بيبقى اهتماماتهم الفنيه موجهه لينا احنا، مش مهتم موجهه لاولادهم. يعني لو في سؤال ان هم يقدروا يساعدونا في البيت، نعمل ايه، نجيب شرايط، كلام من ده، ولكن ما بيدوش تعليمات لاولادهم اعمل سو اند سو اند سو. بيجي دورنا كمدربين ان احنا في البدايه بيبقى في مدارس، لازم بيبقى في البيزك الاساس، اساس لاي شيء، زي ما بنيجي نعلم اي ولد او اي بنت، او انا ككبير اتعلم لغه فليها الاي بي سي بتاعها، فده البيزك بتاعها. أكيد. بعد كده بننتقل للمرحله شويه ان هو يجمع الحروف كلها او البيزك ويعمل الكاتا. ده مجهود كبير جدا، واحنا في النادي الاهلي عندنا مدربين ما شاء الله بيأسسوا كويس جدا. حلو.
مرحلة التأسيس بتاع دي بعد ما بنعدي مرحلة التأسيس بتبتدي نعمل جوه النادي مرحلة منافسات للأعمار السنية تبقى زي ما بيحصل في بطولات القاهرة والجمهورية، منافسات داخلية جوه النادي، داخلية جوه النادي. بنبتدي نهيئ الولاد للبطولات، نعمل دورة رمضانية، نعمل دورة تنشيطية عشان نحسسهم الأجواء قبل ما يخرجوا بره النادي ويلعبوا المنافسات ويتعودوا الصدمة تبقى جوه النادي. يعني خسارة مكسب، ونقف على الأخطاء منها ونبتدي نشتغل على المرحلة التالية ان خلاص بقى عندنا مشروع بطل. كل تقدم في مرحلة بيحتاج أداء أقوى، بيحتاج أداء أعلى فنيا. فجوه النادي طبقا للمنظومة اللي وضعها دكتور مراد بيتم المرحلة الانتقالية بين المدربين للعيبة. فده مجهود بيتم المشاركه فيه من ولي الامر اكتر، لان هو اكتر واحد تعبان في انه بيجيب ابنه التدريب، بيبقى عليهم دور كبير اولياء الامور. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هم بيساعدونا اكتر، ولكن جوه الجهاز في مرحله انتقاليه للولاد من فتره للتانيه. طيب، يعني خليني اقول لكم ان طبعا دي لقطات لمجلس اداره النادي الاهلي في انتظار وزير الشباب والرياضه ان هو يحضر ان شاء الله لمقر النادي الأهلي بالجزيرة علشان إن شاء الله يفتتح هذه الصالة الخاصة بالكاراتيه داخل هذا المقر الكبير. الفرحة أكيد مش مقتصرة على أعضاء النادي الأهلي في الجزيرة، أكيد أعضاء النادي الأهلي كمان في مدينة نصر والشيخ زايد فرحانين بهذا الحدث الهام جدا. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في هذه اللحظات بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر عشان نشوف فرحة الأعضاء وردود أفعالهم بعد افتتاح هذه الصالة، صالة الكاراتيه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحيه للاستاذ عصام شلتوت والكابتن خالد فضل. اليوم يوم جديد من ايام عائله النادي الاهلي، افتتاح صاله الكاراتيه بفرع النادي الاهلي ومقر النادي الاهلي بالجزيره. شاء من شاء وابى من ابى، تبقى مسيره الانجازات، مسيره الانشاءات تسير بخطى ثابته في النادي الاهلي. على الجميع ان ينظر، على الجميع ان يترقب، على الجميع ان يشاهد كيف يبني النادي الأهلي قواعد المجد واحدة. معانا أحد أعضاء أو مجموعة من أعضاء النادي الأهلي، نعرف انطباعهم عن افتتاح صالة الكاراتيه بالجزيرة. برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مسيرة الإنشاءات مستمرة في النادي الأهلي، بتستمر ومسيرة العمل تسير على قدم وساق. اليوم افتتاح صالة الكاراتيه بالجزيرة، شايف الأمر وانطباع حضرتك عن الأمر؟ طبعا احنا سعداء جدا بالانجازات اللي بتحصل في النادي الاهلي سواء في الجزيره وفي مدينه نصر وبقيه الفروع الاخرى، وحاسين بالتحركات اللي بيعملها مجلس الاداره وسعداء بيها احنا كاعضاء، ويستفاد بيها الاسر بتاعتنا واحنا بنستفاد بيها بشكل شخصي، فسعداء جدا بيها وبنتمنى مزيد برضو من التطور والانجازات في النادي. يعني حركة الإنشاءات مستمرة هنا في مدينة نصر، أيضا في فرع في مقر الجزيرة في الشيخ زايد، أيضا الفرع الرابع بمشيئة الله، في ظل يعني كتيبة عمل بقيادة مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا هو يعني ملموس وملحوظ طبعا الانجازات اللي بيعملها مجلس الاداره من تطوير في الخدمات ومن تطوير في المرافق اللي موجوده في النادي، ودي احنا حاسينها بصراحه من مجلس لمجلس، كله بيكمل مسيره المجالس اللي بتتعاقب على النادي، واحنا كاعضاء حاسين بكده وبنشجع المجلس بتاع الاداره بمزيد من بذل المجهود لارضاء الاعضاء بشكل مجدي. يعني بشكر حضرتك. عايز اروح لحضرتك ولعبة الكاراتيه احد الالعاب الاولمبيه وواحده من اهم الالعاب، اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي واهتمام النادي الاهلي بانشاء صاله كاراتيه تتسع لاكثر من 3000 لاعب وعضو في النادي الاهلي، وهي لعبه من الالعاب المهمه. والله انا شايف ان مجلس الاداره الحالي ما شاء الله، يعني ربنا يثبتهم، ماشيين بخطوات قويه وثابته في تطوير النادي. شايف ان هم يدوا فرصة للرياضة زي الكاراتيه ان هي تاخد مسطح واسع من الاهتمام، وان هم يبتدوا يطوروا في الابنية الخاصة بالرياضة زي المبنى الجديد اللي بيتفتح سواء على مستوى الاهلي الجزيرة او الخطوات اللي ماشيين بيها في اهل مدينة نصر. انا شايف ان ده حاجة كويسة جدا، حاجة تدعيم زي ما تعودنا من النادي الاهلي ان هو بيدعم الرياضة بشتى مجالاتها في مصر كلها. يعني النادي الاهلي يمكن عشان ما نكونش مبالغين بس هو فعلا اهم دعامة للرياضة بشكل عام في البلد. يعني البنية التحتية ايضا والانشاءات اللي بتتم هنا في فرع مدينة نصر حضرتك شايفها ازاي؟
خطوات قويه جدا وفعاله، بنشكر عليها مجلس الاداره وبنشكر عليها كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره طبعا. شايف ان في تطوير، في رؤيه للتطوير، مش تطوير عشوائي، تطوير برؤيه، سواء مثلا البوابه الاماميه للنادي او الابنيه المتاحه ورا ورا منطقه الملاعب، السور طبعا، فكره الجراج الكابتن محمود كان طرحها في البرنامج، ولقينا ان في فعلا حاجات منها كتير بتتنفذ على ارض الواقع. المبنى اللي ورا منطقه البسين الصغير، انا شايف ان في مجموعه انشاءات قويه جدا. بتمنى بس من الكابتن محمود يبدا يفعل دور الاعضاء، لان العضو لما يحس ان هو بيعمل حاجه في 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 مباني النادي الاهلي وفي مكان النادي الاهلي، اعتقد ان ده هيخلي فيه مش انتماء، الانتماء اوريدي موجود، بس هيخلي فيه نوع من انواع الحميه على النادي بتاعنا، وان احنا هنحافظ. وانا شايف ان كابتن محمود ماشي بخطه ثابته وربنا يوفقه. نشكر حضرتك يا فندم. عايز ارحب بحضرتك واقول لحضرتك الكابتن محمود الخطيب وعد فاوفى، صدق في كلامه في برنامج الانتخابي، برنامج عائله النادي الاهلي، في مواعيد محدده يتم انجاز الكثير والكثير من المشروعات. أمو نحن نشكر القيادة كلها بقيادة محمود الخطيب والمجلس الحالي، لأن أنا كنت داعمة جدا جدا من أول الاشتراكات، وكنت بشترك في الدعاية مع المجلس الحالي، لأن طبعا معزة كل اللي هم بقيادة الكابتن خطيب ومجلس الإدارة بالإنشاءات اللي عاملينها بالقيادات. كفاية روح النادي الأهلي بترجع مرة أخرى، روح الفلينة الحمراء مستمرة وهتستمر بقيادة محمود الخطيب. يعني مش عايزه اقول كلام مش كويس على الانديه الاخرى اللي واقفين ضد النادي الاهلي، هم عايزين يوصلوا للنادي الاهلي بكافه الطرق ولا مش هيقدروا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وطبعا اللي شايف الانشاءات كلها بيعبر عن ذلك. بشكر حضرتك يا فندم. عايز اروح لحضرتك واسال حضرتك على حركه الانشاءات ايضا وافتتاح صاله الكاراتيه بالجزيره، وايضا الفرحه بتاعت اعضاء النادي الاهلي الموجودين هنا في مدينه نصر، نفس الفرحه الموجوده لاعضاء النادي الاهلي في الجزيره. طبعا احنا شايفين مزيد من ساعه مجلس الاداره الجديد من مسك، هو بيكمل مسيره مجلس الاداره اللي فات، وشايفين الانشاءات زي ما فعلا اتكلم عليها في اول ما كابتن محمود الخطيب مسك الرئاسه، احنا شايفين فعلا تطور شغال من اول يوم، بوابة أمامية لأماكن تجمع حمام السباحة الجديد، فعلا وعد فأوفى. بالإضافة كمان طبعا الإنجازات الرياضية، هو ماشي بالتوازي الاثنين مع بعض طبعا، وإحنا شايفين مزيد من إنجازات سواء رياضيا أو سواء على مستوى الاجتماعي، أبا من أبا ويعني وشاء من شاء وأبا من أبا، فيعني ربنا إن شاء الله يسدد خطاهم بإذن الله ويكملوا في المسيرة اللي إحنا يعني شايفينها منهم على طول بإذن الله. حضرتك يا فندم. شاء من شاء أبا من أبا، يبقى النادي الأهلي دائما وأبدا أبقى من أي شيء. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وعد فأوفى، صدق فأوفى، واليوم افتتاح صالة الكاراتيه لأعضاء النادي الأهلي بالجزيرة. كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي، كل التوفيق لأعضاء النادي الأهلي. هنكون مستمرين مع حضراتكم من هنا من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر لنقل انطباع أعضاء النادي الأهلي عن افتتاح صالة الكاراتيه بالجزيرة. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، وهذه اللقاءات الهامة مع بعض من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر. أكيد الفرحة مش مقتصرة على أعضاء النادي الأهلي في الجزيرة بس، كل أعضاء النادي الأهلي في جميع الأفرع أكيد كلهم فرحانين بهذا الحدث الهام جدا جدا. ومناسبة الكلام أو كلام بعض الأعضاء عن اللجان داخل النادي الأهلي، والشيء الجميل جدا هو التفاعل والتواصل ما بين اللجان المختلفة داخل مقر النادي الأهلي أو مقرات النادي الأهلي المختلفة مع الأعضاء، وده شيء مهم جدا وأكيد بيحقق الهدف المرجو والمطلوب، هو التواصل الدائم ما بين الأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي وأيضا اللجان المخصصة أو داخل مقرات النادي الأهلي المختلفة. طيب خليني أقول لكم برضو خبر مهم جدا وهو خاص ب طيب قبل ما نقول هذا الخبر، ده طبعا في هذه اللحظات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيصل مقر النادي الأهلي بالجزيرة لافتتاح صالة الكاراتيه داخل النادي الأهلي في حدث هام جدا، وزي ما احنا شايفين كده في الصورة خلاص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وصل خلاص، وفي استقباله أكيد كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أكيد استقبال حافل وهام جدا لوزير الشباب والرياضة، وأكيد إن شاء الله هيكون أو هنكون مستمرين معاكم في هذه التغطية الخاصة بافتتاح
هذا المبنى أو هذه الصالة الخاصة بالكاراتيه، وكان شيء وحلم هام جدا زي ما احنا شايفين. الصورة أكثر من رائعة في الحقيقة يعني. تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كامل في استقبال طبعا وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اللي بيلبي الدعوة للحضور علشان يفتتح هذه الصالة في حدث هام جدا وبيهم كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي بالتحديد في الفترة الحالية. بالتالي شيء جيد جدا، وزي ما شفنا كده في اللقطات اللي فاتت خلاص دخل داخل مجلس إدارة أو دخل داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بعد اللحظات خلاص هتبقى فعاليات الافتتاح، وزي ما احنا شايفين طبعا دي لقطات حصرية من داخل مقر النادي بالجزيرة، وأكيد هما دلوقتي في اتجاههم للصالة اللي تم إنشائها حديثا داخل مقر النادي، واكيد حدث غايه في الاهميه زي ما قلنا وبنكرر اكيد، لانه كان احدى الوعود من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ايام الانتخابات، والنهارده هم خلاص بيوفوا بالوعد. وزي ما قال العميد محمد مرجان ان حتى الان 60 او 65% من برنامج عائله النادي الاهلي خلاص تم تنفيذه، لسه متبقي طبعا حاجات كتير ان شاء الله هتكون في اتجاه التنفيذ، وكلنا ثقه اكيد كبيره جدا في مجلس اداره النادي الاهلي انه يتم تنفيذ كل وعوده، وده اللي اعتدنا عليه من خلال الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته. وطبعا دي لقطات زي ما احنا شايفينها من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هم دلوقتي طبعا في صاله راتب طبعا استقبال في الاول، بعد كده هيتجهوا للصاله الجديده الخاصه بالكاراتيه في النادي الاهلي. اعتقد لقطات مهمه جدا يا استاذ عصام. طبعا، وهو وزير الحقيقه يستحق الثناء يعني. فعلا. بيبذل جهد، والاهم انه جهد مرتب زي ما قلنا كده. الاهم انه مرتب. طبعا. عنده ملفات ساخنه جدا بقى، لانها ملفات تهم الدوله كلها مش زي النادي الاهلي، هي ملفات تهم جمهوريته الحمراء، لكنه مرتب جدا، يبذل جهد غير عادي، شهاده لله يعني. وبالتالي اعتقد انه يحتاج لمؤسسات بحجم ما ينجز الأحمر الأهلاوي حتى يتوافق العمل الحكومي مع العمل الأهلي، وسبحان الله العمل الأهلي اسمه العمل الأهلي يعني. وبالتالي الحقيقة مشكور على وجوده النهاردة لتعظيم دور الجمعية العمومية في اختيار المجلس إدارة ينفذ طموحها أستاذ أمين. شيء أكيد هام جدا يا كابتن خالد. أيضا يعني أعتقد اللقطات اللي بنشوفها معبرة بشكل كبير جدا، حضور وزير الشباب والرياضة، استقبال مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل حضوره على ما أعتقد يعني، لو ممكن يكون عضو أو حاجة بس مش موجود لظروف خاصة، لكن ممكن دكتورة رانيا أعتقد دكتورة رانيا بس مش موجودة، أكيد عندها ظروف خاصة تمنعها من الحضور. طبعا شيء مؤكد، لأن ده حدث نعمل أن تكون خيرا يعني إن شاء الله، نتمنى أن هو يكون خير، لكن مشهد أكيد أكثر من رائع يا كابتن خالد. هو طبعا حضور معالي الوزير دكتور أشرف صبحي هو تكريم لأسرة الكاراتيه، لأنه هو مش غريب عن أسرة الكاراتيه، هو بطل من أبطال الكاراتيه المصري دكتور أشرف صبحي، فتشريفه لينا حاجة ده حقيقي طبعا. يعني تشريفه وحضور الافتتاح في وجود كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة، ده تأكيد لقيمة وقامة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. أكيد يعني هيجي دلوقتي الكابتن محمود الخطيب، ممكن يكون هو متواجد إنه بيصلي بيصلي العشاء مثلا أو حاجة، لأنه أذان العشاء كان أذن طبعا من حوالي أكثر من ربع ساعة يعني، فأكيد هو كان بيصلي أو بيصلي، وأكيد هيروح يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. البعض ممكن يكون متخيل ان ده حدث عادي، ان النادي الاهلي بيفتتح صاله كاراتيه جديده، اللي مش جوه النادي الاهلي واللي معاش داخل النادي الاهلي ممكن يعتقد هذا الامر يعني، لكن في الحقيقه ده حدث مهم جدا، ان انت من ضمن الالعاب الهامه واللي عندك فيها ابطال عالم كتير جدا سواء سابقين او حاليين، مهم جدا ان انت يكون عندك قاعه او صاله خاصه بيهم علشان تساعدهم بشكل اكبر في التدريبات، تساعدهم بشكل اكبر في تحقيق البطولات والميداليات الهامه، فبالتالي بكل تاكيد ده حدث غايه في الاهميه النهارده احنا بنعيشه، وحدث تاريخي لانه كان حلم على مدار سنوات عديده سابقا، يعني حوالي من 17 ل 20 سنه كان الناس كلها بتحلم في النادي الاهلي، وبالتحديد اسره الكاراتيه داخل النادي الاهلي، اعضاء النادي اكيد كانوا بيحلموا ان هم يكون عندهم صاله داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. او طبعا في هذه اللحظات زي ما احنا شايفين كده الكابتن محمود الخطيب يعني دخل صاله راتب وبيستقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.
في لقطة بتعكس مدى الاحترام المتبادل ما بين وزارة الشباب والرياضة والنادي الأهلي، ومدى العلاقات المميزة ما بين المؤسستين، أو ما بين طبعا الوزارة كوزارة الشباب والرياضة أو مؤسسة النادي الأهلي الكبيرة والعظيمة. ولقطة أكيد أكثر من رائعة، مش محتاجة أعتقد أي تعليق يا جماعة، يعني أعتقد يا أستاذ عصام مش محتاجة أي تعليق. هي تعبر عن نفسها، أنت وصفتها يعني. أفضل وصف يا أمير بصراحة، هي تليق باللقاء وتليق بقامتين النادي الأهلي والدولة بالزبط. المصرية الحقيقة في وجود كلا الرجلين دكتور أشرف صبحي وكابتن محمود الخطيب، معبرة. وأعتقد أنه حتى لو انقطع الصوت عن يعني جمهور الأهلي عبر شاشة قناة الأهلي، هي مفسرة نفسها أمير بتهيألي يعني أكيد زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لكم أكيد حدث مهم جدا وهام جدا بالنسبة لكل الأهلوية أكيد إن شاء الله. هنا نقلت بقت أكثر أهمية لمصر. الدولة عندما يلبي وزيرها للشباب والرياضة صحيح. في عنوان تنمية، في ملفات للتنمية في كل مناحي الحياة كويس. بما فيها صناعة السينما والمسرح وكذا، مش بس كويس. الرياضة كويس. إلى جانب بقى الوزارات الأخرى، السياحة، الزراعة، الصناعة، لا يبقى الدولة بتقول أنا مع كل من ينمي، أنا مع كل من يصنع لمصر غد أفضل، غد أفضل حقيقي رياضي، لأنه كله بينعكس على اقتصادنا يا جماعة والله العظيم، كله وعلى أجيالنا اللي جاية وعلى صحة أولادنا ثم شبابنا. أنت حضرتك قلت يا كابتن لدينا جونيور وسينيور وأنت طالع كده حتى الكبار يعني، ومن ثم أعتقد أنه الاستثمار في البشر هو أهم ما يشغل الدولة المصرية الآن، يد بيد مع مؤسسة بحجم النادي الأهلي، أعتقد أنها نجاحات تدعو لأن يعمل الباقون. وعلى فكرة هناك برضو الحقيقة شبه محاولات وثورة في أندية أخرى كثيرة أو مؤسسات رياضية يعني بتسعى لاستثمار رياضي، ربما بتسعى نحو مناحي أخرى يعني، لكن لما تبقى العلامة الدولة المصرية والنادي الأهلي لا لها مدلول طبعاً. أعتقد أن النقل عن قناة النادي الأهلي سيكون موجود في كل الشات العالم أكيد. يا أستاذ أمين أكيد طبعا، يعني شيء جيد جدا، وإحنا زي ما احنا شايفين دلوقتي هم خلاص بيتحركوا أو في اتجاههم للصالة عشان يتم الافتتاح خلاص طبعا في هذا الحدث الهام جدا. وفي الحقيقة يا جماعة دي مش بداية، ده استكمال المشوار اللي ابتدى من سنة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، وحتى الآن المشوار ده لم يكتمل بعد، لسه في أمور عديدة وملفات كثيرة مهمة جدا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي في اتجاههم لتنفيذها وفي اتجاههم لتنفيذ هذه الوعود اللي وعدوها لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فيما يقرب من أكثر من عام. الجميل انك تشوف الوعد بيتنفذ على ارض الواقع، مش يعني مش ان انت بس تسمع وعود او ان انت تسمع ان هعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهعمل لك كذا وخلاص وفي الاخر ما تلاقيش حاجه. لا، المميز الفتره دي ان الوعد بيتنفذ من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا هم ايضا يعني بيصفحوا اعضاء نادي الاهلي، الوزير كمان من خلال طبعا سواء الوزير اشرف صبحي او كابتن محمود الخطيب، وده شيء جيد جدا يعني. طيب يعني مستمرين معاكم لقطات حصرية هامة جدا من هذا الافتتاح وافتتاح صالة الكاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما بنقول لحضراتكم هو حدث بكل تأكيد غاية في الأهمية، وتواجد وزير الشباب والرياضة بصحبة الكابتن محمود الخطيب يعكس مدى أهمية هذا الحدث داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وإن شاء الله بإذن الله هيكون في استكمال لأمور كتيرة جدا زي ما قلت لكم هيتم افتتاحها خلال المرحلة القليلة المقبلة، ولسه في 3 سنين كمان للمجلس ده، أو كمان يعني مش عايزة يعني أخص بالذكر المجلس ده، أي مجلس هيكون متواجد هيبقى همه الأول والأخير إسعاد أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي. في الحقيقة كل أبناء النادي الأهلي بيعملوا كل ما يبذلون من جهد علشان يساعدوا كل أعضاء النادي الأهلي ويوفروا لهم كل الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات. دايما بيبقى التحرك في جميع الاتجاهات، اتجاهات إنشائية، اتجاهات رياضية، اتجاهات اجتماعية، وده اللي في الحقيقة بنشوفه دايما خلال الفترة دي من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. هذا المجلس الهادئ في قراراته والفعال كمان في قراراته، هو مش هادئ بس يعني بياخد قرارات أكيد مهمة جدا في مصلحة النادي دايما.
طبعا يعني المنطقه اللي ما دخلش مقر النادي الاهلي بالجزيره، المنطقه دي هم خلاص في اتجاههم للصاله الجديده داخل مقر النادي الخاصه بالكاراتيه، وكمان يعني اقرب لبوابه مستشفى المعلمين. بالظبط كده، اقرب لبوابه مستشفى المعلمين. اللي على الشمال ده ملعب ترتان خاص باعضاء النادي الاهلي بفريق الشمس داخل النادي الاهلي، على اليمين استاد مختار التتش الخاص بالتدريبات زي ما احنا شايفين كده في الصوره، تدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي عنده تحدي هام جدا بكره اكيد امام فريق حرس الحدود. كمان شيء يحسب لمجلس الاداره ايضا ان هم لقوا مكان مناسب او تم توسيع مكان اللي يكون خاص للكاراتيه او اسره الكاراتيه داخل النادي الاهلي، لان زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان المكان كان عباره عن خيمه صغيره من خلالها بيتدرب عدد كبير جدا من اعضاء او عدد كبير جدا من لاعبي الكاراتيه داخل النادي الاهلي. دلوقتي اصبح مبنى كامل متكامل من كل ما يخص الكاراتيه داخل النادي الاهلي. طبعا هيتم قص شريط الافتتاح في هذه اللحظات من خلال تواجد الكابتن محمود الخطيب، وزير الشباب والرياضه ايضا الدكتور اشرف صبحي، طبعا الاستاذ العمري فاروق، وجميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتح مبينا، يعني اكيد صوره اكثر من رائعه في عهد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وفي عهد الدكتور أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة بيتم رسميا في هذه اللحظات افتتاح صالة الكاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. لازم أعيد وأقول إنه ده كان حلم في الحقيقة، يعني لازم أعيد وأقول إن ده كان حلم، لأن ده كان موضوع مهم جدا. فزي ما احنا شايفين دلوقتي خلاص هيتم قص شريط الافتتاح من خلال طبعا خلاص الكابتن محمود الخطيب والدكتور أشرف صبحي، وتحية كبيرة جدا جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، واللي من خلاله طبعا بيتم تحقيق أحلام مهمة جدا، وتعد أبرز هذه الأحلام افتتاح هذه الصالة داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. انا مش عارف الحقيقه هم جابوا المكان ده ازاي، المستشار الهندسي اكيد لازم نشكره بصراحه ان هو عرف انه عامل فيه مبنى. بالظبط، يعني مكان صغير اتعمل فيه مبنى كبير، اعتقد تم توسيع بعض الاجزاء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نشوف هذا المنظر الرائع. في الحقيقه لازم نشكر مش بس مجلس اداره النادي الاهلي، كمان المستشار الهندسي للنادي الاهلي المهندس سامح علي كامل اللي بيقوم بمجهودات كبيره وعظيمه، واحنا عارفين النادي الاهلي في الفتره دي والفتره اللي جايه هيكون عنده طفره انشائيه كبيره جدا جدا على مستوى الثلاث فروع، وكمان هيكون عندنا فرع رابع ان شاء الله بالتجمع الخامس، فده شيء مهم جدا لازم نشكر عليه كل المسؤولين داخل النادي الاهلي، مش بس مجلس اداره النادي الاهلي لا كمان الاداره الهندسيه، الاداره التنفيذيه، كل ما هم مسؤولين داخل النادي الاهلي، وكل ما من هم يتحملوا مسؤوليه التجديد الانشاء التطوير داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه. طبعا اللي على الشمال ده احنا لقطات قديمه، صح يا كابتن خالد؟ دي لقطات دي قديمه صور الصاله، صور الخيمه اللي كان بيتم فيها التدريب ل طبعا اسره الكاراتيه او لاعبي ولاعبات الكاراتيه داخل النادي الاهلي. بصراحه المنظر ما كانش يليق اطلاقا بالنادي الاهلي، وفور علم مجلس الاداره ابان الانتخابات ومعرفتهم بهذه الامور اللي محتاجه تطوير، فبالتالي خدوا قرار ووعد للجمعيه العموميه ان هم خلال سنه، وفعلا خلال سنه اعتقد خلاص تم افتتاح هذه الصاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره. لو حابب تقول حاجه يا كابتن خالد اتفضل. حضرتك كابتن امير لو سمحت لي، احنا تعودنا من النادي الاهلي تحقيق الاحلام. حلو. فالنهارده حلم من احلام الاهلاويه بتتحقق، احلام تحقيق الاحلام نفسه بيعمق الانتماء. اتعودنا السلام الوطني. ده السلام الوطني يا جماعه، لو في صوت هناك يا ريت نسمع يا جماعه. ما الصوت؟ معانا صوت من هناك ولا لا يا عمر؟ طيب يعني لحد ما يجي لنا الصوت، هو اكيد دلوقتي مراسم الافتتاح من خلال اكيد بعض العروض اللي هتكون من خلال ابناء النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه.
طبعا بيقدم هذا الافتتاح استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد في تجهيز كامل لهذا اليوم ولهذا الافتتاح عشان يليق طبعا باسم النادي الاهلي، وكالمعتاد دايما بتبقى حاجات اكيد مهمه جدا وبينجح فيها النادي الاهلي سواء من ناحية التنظيميه من كل الجوانب في الحقيقه. يا كابتن خالد اتفضل لو كنت بتقول حاجه. اتفضل. بكلم حضرتك ان تحقيق طيب معلش استاذنك يا كابتن خالد نقدم بس الافتتاح نروح سريعا نسمع هذه الكلمات من الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي. اتفضل. ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونستهديه ونستغفره، انه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، اسره وعائله النادي الاهلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدث جديد يجمعنا في هذا المعقل، معقل النادي الأهلي، يتمثل في افتتاح صالة الكاراتيه وهي باكورة مجموعة من الافتتاحات التي أخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على عاتقه تدشينها خلال هذا العام. هذه الباكورة سيتبعها خلال شهر أو اثنين على الأكثر مجموعة أخرى من الإنشاءات الجديدة التي تم إنشاؤها في مدينة نصر في الجزيرة، ومجموعة أخرى من الإنشاءات أيضا المزمع إنشاؤها في النادي الأهلي بالشيخ زايد. عائلة النادي الأهلي تسعد اليوم بزيارة حميمة لرجل دمث الخلق وتربطه علاقة طيبة بكل عائلة الأهلي، وهو الدكتور أشرف صبحي الذي أصر على الحضور رغم مسؤولياته. في المقدمة الكابتن محمود الخطيب وكامل أعضاء مجلس إدارة النادي، نائب رئيس النادي وأمين الصندوق وكامل الأعضاء، سعداء بهذه الزيارة. السعادة تكتمل بالنظر إلى هذه الوجوه المضيئة، إلى هذه البراعم الذين يمارسون الكاراتيه في النادي الأهلي بالجزيرة طوال سنوات إن صح التعبير في الهواء الطلق، والآن أصبحت هناك صالة حضارية بكل المواصفات الدولية، يعني تسع وتتسع لهؤلاء ليمارسوا هذه الرياضة، ما يؤكد أن النادي الأهلي ليس فقط ناديا لكرة القدم، أكثر من 20 لعبة ينفق عليها النادي الأهلي ويعد فيها البطل الأولمبي في إطار رسالته الهادفة لدعم المنتخبات القومية وأيضا إعداد البطل الأولمبي. التحية واجبة أيضا لمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وممثليه الموجودون معنا ولأسر هذه البراعم. اسمحوا لنا أن نبدأ وقائع هذا الحدث المهم واللافت بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ محمد صالح. الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. شكرا للقارئ الشيخ محمد صالح. قبل أن نبدأ فعليا كلمات المهمة في هذه الليلة، الحقيقة أنه عائلة النادي الأهلي وأسرة الكاراتيه تحديدا فقدت لاعبتين من أبناء النادي الأهلي بفعل حادثتين مؤلمتين. اللاعبتين هم ملك هاني واللاعبة مليكة أحمد صبحي. ندعو الله أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم عائلة النادي الأهلي الكبيرة والصغيرة الصبر والسلوان. وأدعو حضراتكم جميعا للوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيدتين. شكرا جزيلا. واقع الأمر أنه فلسفة الإنشاءات المختلفة بالنادي الأهلي بتأتي في إطار خطة طموح لمجلس إدارة النادي الأهلي وضعها حتى قبل أن يتولى مقاليد الأمور في ديسمبر من العام الفائت. هذه الخطة بتتمثل في تطوير كبير بفروع النادي الأهلي الثلاثة، سواء المقر الرئيسي بالجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحتى الفرع الرابع الذي يعني شرعت الإجراءات أو الإنشاءات في بدايتها في القاهرة الجديدة وتحديدا في منطقة التجمع الخامس. هناك جدول زمني يتعلق بهذه الافتتاحات لمساعدة أعضاء النادي الأهلي وأكثر من 15 ألف عضو رياضي بيمارسوا الرياضة بالفعل في فروع النادي الأهلي المختلفة لممارسة رياضاتهم في سهولة وفي يسر، زي ما قلنا في إطار رسالة النادي الأهلي الراسخة منذ 112 سنة في هذا الوطن الكبير الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه، مصرنا الغالية. الافتتاحات زي ما قلنا لحضراتكم ربما يعني كانت هناك قبل أسبوعين افتتاح لصالة الجمباز، مجلس إدارة النادي الأهلي قام بافتتاح صالة الجمباز والتطوير الذي تم فيها، أما اليوم فهو افتتاح لصالة الكاراتيه في حضور السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. قريبا وفي غضون أسابيع وشهور قليلة سيكون هناك افتتاحات لمجموعة أخرى من الإنشاءات خاصة في أهل مدينة نصر. هذه الخطة زي ما قلنا لحضراتكم بتأتي في إطار يعني رؤية كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي التي ترتكز على إنشاءات جديدة وتطوير القائم لتليق هذه المنشآت باسم النادي الأهلي وباسم أعضائه وجماهيره العريضة في مختلف ربوع مصر. فكل التحية والتقدير الحقيقة للقائمين على هذه الإنشاءات سواء كانوا الزملاء في اللجنة الهندسية أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيتابع عن كثب الحقيقة وكل يوم تقريبا تطور هذه الإنشاءات. عن فلسفة هذه الإنشاءات ورؤية النادي الأهلي للمستقبل بيسعدني أن أدعو الكابتن محمود الخطيب كبير عائلة الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لإلقاء هذه الكلمة الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية برحب بدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو مشرفنا في النادي الأهلي، وبرحب بكل زمايلي أعضاء مجلس إدارة وبكل العاملين
وكل الناس اللي حقيقة كلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا في تطوير اللي بيحصل وبيحدث حاليا في النادي الأهلي. بشكر الحقيقة أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور في الفترة اللي فاتت في نفس المكان ده الحقيقة كان المبنى ده عبارة عن خيمة، وكان الحقيقة كانوا بيشتكوا من حاجات كتير، وإحنا يمكن في خلال برنامجنا الانتخابي قلنا إن إحنا في خلال إن شاء الله سنة هيكون هذا الصرح موجود بإذن الله. الحمد لله يمكن زي ما أشار الزميل قبل كده إن يمكن من أسبوعين بس افتتحنا المعدات، افتتحنا المعدات اللي احنا يعني كانت موجودة في صالة الجمباز، كافة المعدات اتغيرت، كافة الأجهزة اتغيرت، كلها تطوير. المنشأ كان موجود، لكن الحقيقة يمكن ضفنا أجزاء كتير جدا جدا من المعدات اللي تساعد أولادنا على يعني إن شاء الله النبوغ في الرياضة. من هنا عايز أقول كمان، عايز أشكر الحقيقة جهاز المشروعات القوات المسلحة، هو اللي بيقوم بكل هذه الإنشاءات أو هذا التطوير في النادي الأهلي اللي ابتدى في مدينة نصر ودلوقتي الجزيرة، وإن شاء الله قريب جدا هيكون في الشيخ زايد بإذن الله. بشكرهم لأن هم الحقيقة حاطين زي جدول زمني عشان إزاي نستلم كل المنشآت والتطوير دوت في مدد قليلة بإذن الله. هنا يمكن الناس تقول مجلس الإدارة إحنا كلنا بنكمل بعض، كل المجالس من 1907 لغاية النهاردة بنكمل بعض، لكن مجلس إدارة أي مجلس إدارة بيجي سابق أو حالي أو قادم طالما أراد إن هو يقدم نفسه للخدمة العامة فهو يستطيع، أنه المفروض إن هو يكون على يعني يحس بالناس ويحس بأعضاء الجمعية العمومية ويحس بالجماهير ويقوم بدوره على أكمل وجه. هو دور ده مجلس الإدارة، فده مش عشان الناس ما تشكرش مجلس الإدارة، لا ده مش شكر، إحنا اللي بنشكركم على ثقتكم فينا كأعضاء الجمعية العمومية، بنشكر الجماهير على ثقتهم لأن ده دورنا وده واجبنا. من خلال الواجب بقى النادي الأهلي له يعني له الحقيقة دور وطني رياضي وله دور وطني اجتماعي ودور وطني إنساني. دور الوطن الرياضي اللي هو النادي الأهلي أكبر داعم بالنسبة للرياضة المصرية لجميع المنتخبات، وده دور النادي الأهلي إن احنا نوفر كل السبل وكل الإمكانيات وكل المنشآت وكل الأجهزة لأولادنا عشان إن شاء الله يكونوا يقدموا حاجة للنادي الأهلي، وقبل النادي الأهلي يقدموا حاجة لبلدنا مصر بإذن الله. حاجة تانية الواجب الاجتماعي، النادي الأهلي برضو من الواجب الوطني الاجتماعي إن يتواجد في المجتمع المصري، لازم يكون له دور اجتماعي مع كل مع البلد بشكل عام وبشكل خاص. النادي الأهلي أكبر شعبية موجودة، لازم يكون له دور اجتماعي لبلدنا بإذن الله. الدور الإنساني، النادي الأهلي مبادئ ولي أسس ولي قيم، ما ينفعش النادي الأهلي ينساق أو ينحدر لأي سلوك مش 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 رياضي وأي سلوك الحقيقة متدني. النادي الأهلي لازم يحافظ على ده، لازم النادي الأهلي يحافظ على المبادئ، يحافظ على أسس، يحافظ على قيم. هو ده دور النادي الأهلي اللي أجيال بتعلم أجيال، وإحنا إن شاء الله دورنا بإذن الله نحافظ على ده للأجيال القادمة، اللي أنا متأكد إن بإذن الله هيكون برضو ده نفس دورهم، يحافظوا على كل الدور الرياضي والدور الاجتماعي والدور الإنساني والسلوكي، يحافظوا عليه على مدار الأجيال إلى أن ينتهي بين العمر. أشكركم جدا، والحقيقة الواحد النهاردة سعيد جدا أن يكون موجود في صرح كان من سنة واحدة بس صرح مش موجود، النهاردة بوجود كل شبابنا الصغير دوت اللي موجود أعتقد المستقبل ليهم، وأعتقد إحنا مفروض كلنا نشتغل لأولادنا الصغيرين ولنادينا والأعضاءنا والجماهيرنا، وإحنا بنشتغل دعم الجماهير ودعم الأعضاء هو السند الحقيقي للنادي الأهلي طول عمره وإلى إن شاء الله آخر العمر بإذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للكابتن محمود الخطيب على هذه الكلمة الضافية التي أكد فيها مجددا على قيم وتقاليد النادي الأهلي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم.
هذا هو دستور النادي الأهلي، الأخلاقيات والمبادئ في المقدمة، وهذه هي الرسالة التي نزرعها في النشر، وهذه هي القدوة التي نقدمها أيضا لأبنائنا. الحقيقة أنه ملف الشباب من الملفات الكبيرة والشائكة في هذا الوطن. مصر أمة فتية وأمة شابة، أكثر من نصف هذا الوطن من الشباب تحت 18 سنة، وبالتالي عندما يطلع وزير بهذه الحقيبة في مجال الشباب وأيضا في مجال الرياضة، والرياضة الحقيقة بتمثل البهجة والسعادة للمصريين خاصة كرة القدم، ودائما النادي الأهلي كان صانعا للسعادة والبهجة، فبالتأكيد هذا ملف يستحق أن ندعم من يتحمله كل الدعم للنهوض بالرياضة وبملف الشباب في مصر. فكل التوفيق والدعم والتحية للدكتور أشرف صبحي الذي أدعوه الآن ليتفضل بإلقاء كلمته في هذه المناسبة. السلام عليكم. طبعا بيسعدني وشرفني ان انا اكون موجود النهارده، وفي الحقيقه في افتتاح مكان كبير اللي دايما بنشوف فيه افتتاحات، وكل منشأ رياضي موجود اكيد بيكون اضافه لمصر، لان ده معناه ان في ناشئين وفي منتخبات وفي لاعبين كتير وكبار بيكونوا موجودين. انا بهني مجلس اداره النادي الاهلي، بهني حضرتك كابتن الخطيب ومجلس الإدارة المحترم على هذا الإنجاز، ونتمنى دائم التوفيق. الحقيقة نتمنى دائم التوفيق، ويمكن يعني أنا عندي شوية تحيز شوية علشان كاراتيه وصالة كاراتيه وأنا بتاع كاراتيه يعني، ففي محبة خاصة، لكن ببارك ليكم وألف مبروك. إن شاء الله دايما كل منشأ جديد إضافة جديدة لمصر، وكل لاعب موجود في قطاع ناشئين او كبار اكيد هو مساهم ان هو يرفع علم بلده. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفكم كلكم في المنتخبات المصريه. دائم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على هذه الكلمه وعلى تشريفه ايضا لعائله النادي الاهلي. والحقيقة أنه الشيء بالشيء يذكر، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي أيضا كما أعلننا بعد الاجتماع بالأمس، هناك 80 لاعب من لاعبي الكاراتيه بالنادي سيسافرون في يعني للمشاركة في بطولات مختلفة، ستبدأ في نهاية فبراير إلى النمسا ثم إلى تركيا. البعثة الأولى سيترأسها الدكتور مهند مجدي، وهو لاعب كاراتيه كما نعلم جميعا سابق، بالإضافة إلى بعثة أخرى تسافر في مارس. بالأمس عادت بعثة الغطس من هولندا برئاسة الأستاذ طارق أنديل، اللي لو سمح لي الكابتن محمود الخطيب والمعالي الوزير في تقليد للنادي، دايما ما بيكون عندنا مناسبة كده صاحب المناسبة بيعزم الحقيقة كل السادة الحضور، فمن حسن الطالع أنه الأستاذ طارق أنديل النهاردة عيد ميلاده بيتزامن مع افتتاح الصالة، فعايزين نقول له كل سنة وانت طيب. فمش عارف حضرتك بقى هيعزم أسرة الكاراتيه ولا قرار مجلس إدارة هيكون إيه، لكن عموما كل سنة والأستاذ طارق أنديل طيب وعيلة الأهلي طيبين. قبل ما نستمتع بعروض لأولادنا البراعم والأشبال اللي احنا شايفينهم، الآن يقدم الكابتن محمود الخطيب درع النادي الأهلي للسيد وزير الشباب والرياضة، فليتفضل. أسرة الكاراتيه يقدمها دكتور مراد عاصف. درع من أسرة الكاراتيه يقدمه الدكتور مراد عاصم للسيد وزير الشباب والرياضة. خدني معك بقى. هناك درع ايضا مقدم من اسره الكاراتيه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. شكرا لاسره الكاراتيه وكل التوفيق لهم. والان نستمتع بابنائنا في هذا العرض لاشبال الكاراتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع
أبنائنا من أبناء النادي الأهلي في الكاراتيه وعرض لبراعم ومدارس الكاراتيه من الحزام الأصفر والبرتقاني في الأعمار السنية من 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات. تفضل يا كابتن. والآن سوف يؤدي اللاعبين بعض أساسيات الكاراتيه الأساسيات الخاصة بالحزام الأصفر. اللاعبين لم يستمر على تدريبهم أكثر من 3 شهور والآن مع مجموعة أخرى من أبطال النادي الأهلي وأبطال البراعم والألوان المختلفة للأحزمة يؤدوا بعض الأساسيات للكاراتيه ويؤدوا بعض الكتات. يؤدي اللاعبين الكاتا الثالثة وتسمى هيان ساندان. يعتبر هؤلاء اللاعبين من أبطال الجمهورية وأبطال القاهرة في الكاراتيه في مراحل مختلفة من الأعمار.
والآن مع أبطالنا من أبطال ذوي القدرات الخاصة، وأول فريق للنادي الأهلي من أبطال القدرات الخاصة في الكاراتيه. وسوف يؤدي اللاعبين بعض أساسيات الكاراتيه بالإضافة إلى الكاتا الأولى. ويعتبر فريق الكاراتيه من ذوي القدرات الخاصة عمره التدريبي سنة، والحمد لله يعني بدأنا نخش بطولات، وربنا يوفقهم إن شاء الله في الفترة القادمة. وهؤلاء اللاعبين كما هم أبطال في رياضة الكاراتيه فهم أبطال في السباحة وفي ألعاب القوة. والآن مع اللاعبة سلمى علاء بطلة العالم في الكاراتيه والحاصلة على المركز الأول في بطولة العالم بأسبانيا، والحاصلة أيضا على وسام الحاصلة على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الرياضة. تفضل يا سلمى. Thank you.
عائشة سلمى. والآن مع فريق أبطال الجمهورية في الكات الجماعي أعمار 2006، تفضلوا. ويمثل فريق الجماعي اللاعب يوسف صبري، واللاعب زياد عبد الله، واللاعب عمر أحمد عبد الله. شكرا فريق جماعي. والآن مع اللاعب يوسف عبد الله، يوسف أحمد 8 سنوات، وهو بطل جمهورية في مرحلة البراعم 8 سنوات. شكرا للبطل يوسف. نشكر أعضاء مجلس الإدارة، ونشكر السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة. شكر جزيل وموصول لأسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي. الحقيقة مع الوزير زميلتنا ريهام بكير بتنبهني إن حضرتك كنت لاعب كاراتيه، هل ده صحيح؟ حضرتك كنت لاعب كاراتيه؟ أنا ما سمعتش، يعني الحقيقة من حسن الطالع. الحقيقة في الختام وتأكيدا على
كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدور المجتمعي والوطني للنادي الأهلي لا يخفى على حضراتكم أنه بكرة إن شاء الله سوف تستضيف صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بطولة كأس إفريقيا الأندية أبطال الدوري للسلة، يعقوبها بأيام قليلة بطولتي الكرة الطائرة للسيدات والرجال. وهذا الأمر الحقيقة بيتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، هذا العمق الإفريقي الكبير اللي بيؤكد على دور الحقيقة مهم وحيوي للنادي الأهلي، لأنه الرياضة واحدة من أهم الجسور التي تبني علاقات وطيدة وتسهم في تمتين وتوطيد هذه العلاقات، وهذا دائما هو دور النادي الأهلي. فكل الشكر والتقدير لجمعياته العمومية، لجمهوره، لمسؤوليه، لمجلس إدارته. وفي الختام دائما تحيا مصر وعاش النادي الأهلي، وصورة تذكارية نختتم بها هذا اللقاء. شكرا يا كابتن. شكرا معالي الوزير. اللاعبين اتفضلوا، تعالوا هنا. يعني حاجة أكثر من رائعة وافتتاح أكثر من رائع لصالة الكاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هذه الصالة الجديدة واللي كانت حلم على مدار سنوات عديدة سابقة. الافتتاح النهاردة زي ما شفنا كده وتابعنا من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبقية أعضاء مجلس الإدارة، في حضور كمان وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. وفي الحقيقة كان في كلمات مهمة جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، واللي أكد على الدور الاجتماعي والدور الرياضي وأيضا الدور الإنساني اللي بيقوم به النادي الأهلي، وكمان في دور وطني مهم جدا زي ما قال الكابتن محمود الخطيب. وأكيد في أمور عديدة مهمة اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب، أهم شيء أكد عليه إن الدور الإنساني بيبقى من خلال مبادئ وأسس وقيم بيتم طبعا إكسابها لأبناء النادي الأهلي. طبعا دي صورة احنا شايفينها دلوقتي بعد حفل الافتتاح،
ودول فريق قدرات الخاصة بيتصوروا مع كابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فبالتالي احتفالية أكثر من رائعة وحدث أكثر من هام في الحقيقة بالنسبة لكل أبناء النادي الأهلي، أن يكون في صالة كاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. عايز أتكلم بس على الدور الإنساني اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب، وخاص بإكساب أبناء النادي الأهلي المبادئ والأسس والقيم اللي بيتربوا عليها وبينشأوا من خلالها داخل القلعة الحمراء. وقال كلمة مهمة قوي قوي يا جماعة لازم نركز فيها، الكلمة دي لازم نركز فيها قوي، وهي خاصة بالكابتن محمود الخطيب اللي قال ما ينفعش النادي الأهلي ينحني لأسلوب متدني، ما ينفعش النادي الأهلي ينحني لأسلوب متدني. دي كلمات الكابتن أو ينحدر طبعا يعني لأسلوب متدني، دي كلمات الكابتن محمود الخطيب طبعا في كلمته الخاصة بافتتاح صالة الكاراتيه داخل النادي الأهلي، وقال إن جمهور النادي الأهلي هو الدعم والسند الحقيقي لمجلس إدارة النادي والنادي بشكل عام في مختلف التحديات والمجالات اللي بيكون متواجد فيها النادي الأهلي. أيضا كان في كلمات للدكتور أشرف صبحي واللي هنئ فيها النادي الأهلي على هذا الإنجاز على حد تعبيره، طبعا هو شايف إن ده إنجاز كبير جدا يكون في صالة خاصة بالكاراتيه في نادي الأهلي، وقال إن دي هتكون إضافة كبيرة جدا لمصر بشكل عام، لأن من خلال الصالة دي هيخرج إن شاء الله أبطال كتير جدا، إن شاء الله هيحققوا ميداليات عديدة لمصر دايما إن شاء الله. كمان معنا شريف شعبان، طيب خلينا نروح لشريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يلا الجديدة لنادي الأهلي صالة الكاراتيه عام عالي وكبير للشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقول لك مليون مبروك حضورك طبعا افتتاح صالة الكاراتيه لنادي الأهلي، إضافة النادي الاهلي وبالتالي بتضاف الى مصر الصربيه على اعلى مستوى كره وصرح كبير للاهلي. انا لما بلف في حافل الانديه الشعبيه مقدر تماما دور الانديه في البنيه الاساسيه للرياضه المصريه. احنا طبعا في وزاره الشباب والرياضه بنتابع المشروعات القوميه كده، بهتم جدا ان هذا الصرح زي ما حضرتك شفت أولادنا اللي شفناهم من الكاراتيه أكيد هيبني فرق كبيرة. أنا موجود النهاردة في الحقيقة تحت الكاراتيه مع الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة بنشوف الجمباز، بالأمس قريب كنت بفتح واحدة أكبر صالات الجمباز نادي الزمالك وأيضا صالة كاراتيه في القريب. ده دور الأندية الشعبية الكبيرة لازم نقدرها. إحنا في مصر دايما بنقدر و يعني ايه الانديه الكبيره بصفه خاصه دور نادي ونادي الزمالك في الرياضه المصريه في كل مكان الشعبيه العالم، وانا عايز اقول افريقيا والدول العربيه ان شاء الله دايما نشوف مشاهد زي كده كبير في الانديه الكبيره وفي الانديه الشعبيه كمان، اللي اكيد وزاره الشباب والرياضه بتكون يعني في غايه السعاده لما يكون في. شكرا شكرا. اخيرا بس دكتور اشرف احنا على الهواء، انا عارف قوت حضرتك وعارف ما حضرتك معاليك يمكن عندك من الحنكه الرياضيه ومن الخبره الكبيره جدا، هل الرياضه المصريه راحه المنحدر خطير ولا حضرتك بتطلب كل جماهير الرياضه في مصر ان مصر بخير، ان معالي وزير الشباب والرياضه واقف على عرض صلبه ان الفتره المقبله هيكون فيه مش هقول قوه بس هيكون فيها حنكه اداريه من حضرتك؟ الرياضه المصريه احنا بالامس القريب برضو منتخبنا الهاندبول وصل الثامن العالم، وده من 18 سنه ما حصلش. احنا ننظم كوره الكاراتيه، احنا من النهارده احنا واحد من اربع فرق على مستوى العالم سكواش، احنا بنتايد مشهد دي. انا عايز لو انت بتسمح على الدوري المصري في كره القدم، كره القدم مش هي كل الرياضه المصريه، كرة القدم انا عايز اقول بس السلبية ان من اقصى الدوريات قوة ايجابية الدوري السنة، واكيد الدوري القوي ينتج عنه حمية، الحمية اللي موجودة مش معناها ان احنا نعبر ونقول لا، حتى لو في اختلاف وجهات نظر ده ما يعبرش عن الكرة. نادي الاهلي ونادي الزمالك، نادي الزمالك ونادي الاهلي ناديين كبار في الحقيقة بمجالسهم المحترمة، اكيد هم كمان دورهم وجودهم في مصر زي ما هم بتقدرهم. شكرا. سبيل الامير ده كان مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، يمكن هيستفيد في
طيب يعني بشكرك شريف، شكرا جزيلا. اللقاء كان مهم جدا مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي يعني قال كلام هام جدا جدا بخصوص الرياضه المصريه بشكل عام. استاذ عصام شلتوت، تعليقك على افتتاح النهارده. الحقيقه زي ما قلت لك انه افتتاح مؤثر جدا في طريقه عمل مؤسسه منضبطه، قواعد يعني البناء متوفره بإعطاء الملفات لكل من يمكن أن يكون صاحب خبرات وإدراك باختيار مؤسسة التنفيذ وانضباطية المواعيد، وده جزء احترافي مهم. والاحترافية على الحقيقة هي تحمل كل المعاني، تحمل إنسانية والوطنية. فيعني يا حبذا أن ده يبقى باين بمدلول واضح. كلمتين مهمين جدا تقريبا قلنا العنوان بتاعهم مع حضراتكم هنا، ألا وهي دولة تسير للأمام من 2013 بعنوان اسمه مصر الجديدة، تفتح ملفات التنمية باقتصاديات الرياضة وكله، إلى جانب استعادة سلوك مصر الحضاري وقواتها الناعمة. وقواتها الناعمة تبرز في الرياضة والفن. الرياضة والفن هم علامات مؤثرة في محيطنا العربي والقاري والعالمي بثقافتنا المختلفة. كابتن حمود الخطيب تحدث عن دور المؤسسات الوطني الرياضي الإنساني السلوكي، تحدث أيضا عن الموروث اللي قلت لحضرتك عليه، وهو الأساس الراسخ للنادي الأهلي. وقال للولاد الصغيرة جنبا إلى جنب مع أجيال شبان والكبار الموجود منهم المجلس، إنه ده دورنا أن نرسي قواعد المجد زي ما قواعد المجد بتتحط على مستوى النتائج والإنجازات والإنشاءات، هي توضع أيضا على مستوى السلوك الحضاري والإنساني، وإنه ده يساوي دور وطني جنبا إلى جنب مع دور اجتماعي. رأينا أصحاب القدرات الخاصة، رأينا أصحاب الهمم، هكذا يجب أن نطلق عليهم، موجودين باهتمام في الأهلي. وأعتقد أن الأندية الكبيرة كلها في الطريق الحقيقة اللي حازوا ده، بأن الدولة رأت أنها لازم تقول لهم وتضيف لهم أنه حتى من لا يملك ملاءة أنه يعمل ده سنساعد سنساهم، لكن جوه الوطن زي ما الكابتن قال، وانت جوه وطن اللي هو النادي، ما هو من ضمن تركيبة سكانك ذوي الهمم دول طبعا. فلازم يلقى الضوء عليهم. مع الوزير مش أجاد بقى، مع الوزير أعلنها صراحة، مصر بتشتغل، مصر بتمشي لقدام، هناك سلوك حضاري يجب أن يعود، هناك دولة تنشد كل مؤسسة أن تلعب دورها الاجتماعي، دورها الرياضي، أن تصدر للعالم صورة نموذجية لهذا الوطن الذي يسعى للأمام. وبالتأكيد عندما تكون الحالة خاصة جدا في صرح، هكذا تحدث الرجل وقال عندما أفتتح صرح جديد، بعتقد أن مصر بتمشي لقدام، وأن كل الخطط ماشية في نفس الدور، وأن ده دور المؤسسات الوطنية. كلمتين الحقيقة حطهم جنب بعض، تجد أن قواتنا الناعمة الدولة مصرة على استعادتها كاملة، وأيضا إصرار غير عادي على آلات للضبط، ضبط ما هو حضاري أمين. طيب كابتن خالد فضل، تعليقك على افتتاح الرائع النهاردة، بصراحة منظر أكثر من رائع شفناه في النادي الأهلي النهاردة. والله فرحة تحقيق الحلم حاجة جميلة جدا. انت دايما بتركز على كلمة الحلم، لان حضرتك كابتن امير من 17 او 20 سنة فترة كبيرة، فترة كبيرة اوي. ومجلس كابتن محمود الخطيب حقق الحلم ده. كابتن محمود الخطيب اكد على الاسس والقيم والمبادئ، هو القدوة في ده. كابتن محمود الخطيب هو القدوة، هو ومجلس ادارته، لانه المبادئ والقيم هو حققها في انه اوفى ووعد، فهو قدوه لجميع اعضاء الجمعيه العموميه وجميع النشأ في جميع المجالات جوه النادي الاهلي، لانه هو لما تحدث عن الاسس والقيم والمبادئ هو القدوه في ذلك، لانه هو مجلس ادارته المحترمين اوفوا ووعدوا بانشاء صاله كان حلم منتظر من 20 سنه. طيب خلينا نروح بسرعة لزميلنا محمد توفيق ومعاه لقاء هام جدا مع دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يلا بينا. أهلا بيك مرة تانية جميل عزيز أمير، برحب بيك. يعني
اكيد تابعته معانا حفل الافتتاح، انجاز جديد بيضاف لعائله الاهلي والجهاز الكراتيه بالنادي الاهلي. في هذه اللحظات معانا يعني عضو مجلس الاداره دكتور مهند مجدي، واحد ابطال مصر والنادي الاهلي في الكراتيه. دكتور مهند يعني ببارك لك مرتين، مره بصفتك عضو مجلس اداره، والمره الثانيه كمان حضرتك احد افراد اسره الكراتيه. الله يبارك فيك. انا يعني اسعد بني ادم في الدنيا النهارده. الحلم ده يعني كان بقاله اكتر من 12 سنه بنحلم بيه من يعني وانا لاعب طبعا. فانا ببارك لكل اولياء الامور وكل اسره الكاراتيه، وعلى المستوى الشخصي انا كلاعب سابق بقى للكاراتيه، انا بشكر مجلس الاداره، ممتن جدا لمجلس الاداره، بشكر كل زملائي وطبعا على رسوم كابتن محمود الخطيب. الحمد لله زي ما وعد اسره الكاراتيه في اقل من في خلال سنه، زي ما وعد كان في صرح كبير زي ده. مش قادر اوصف سعادتي، مش قادر اوصف مدى الصعوبات اللي كنا بنواجهها. احنا كنا تقريبا بنتمرن في الطل زي ما بيقولوا، المطر، الهواء، البرد، الحر، يعني لحظات كتير. وانا الافتتاح شغال افتكرته كل ركن من اركان الملعب وكل متر موجود هنا كان ليها فيه ذكريات. قد ايه كنا بنتعب وقد ايه كنا بنعاني من وجود الصاله انها كانت مكشوفه. الحمد لله يعني حاجه دلوقتي تفرح. الصاله دي على قد ما كنا بنتعب ونجتهد فيها وطلعت ابطال عالم، على قد ما باذن الله بعد التسهيلات والخدمات اللي بيقدمها مجلس الاداره في جميع الالعاب هتطلع باذن الله نتائج احسن. بطل اولمبي ده عندنا امل كبير فيه. الف الف مبروك لكل الناس، يعني توصف مش قادر اتكلم، مش قادر اعبر عن مدى فرحتي. فعلا حلم كان صعب جدا 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 تحقيقه. اولياء الامور كلهم في غايه السعاده، كنت متوقعين ان احنا نعمل حاجه زي كده في الوقت ده وكمان بالجوده دي. كل تفصيله عن الموضوع ده اتناقشنا فيها، كل حاجة تم اختيارها بعناية من أول التصميم للشكل الخارجي للشكل الداخلي للساوند سيستم، حتى البساط مش يعني مستورد، حاجة من بره، حاجة تعيش لقدام. المدرجات الداخلية، مكان جلوس أولياء الأمور، الحمد لله يعني أنا ساتسفايد جدا ومبسوط جدا وحاسس يعني بنجاح بيحققه مجلس الاداره. من احساسي بالنجاح النهارده بافتتاح صاله زي دي بالظبط زي احساسي كلاعب لما كنت بجيب ميداليه بطوله العالم، نفس الاحساس ونفس الفرحه، بس دي على المستوى الاداري. ف الف مبروك ليهم، وباذن الله انا بوعد كل اسره الكاراتيه ينتظروني قريب ان شاء الله في الصاله، هنعمل ان شاء الله تمرينه مع بعض ونرجع ان شاء الله لايام زمان ان شاء الله. دكتور مهند، يمكن بعد انتهاء الحفل كان الاولياء الامور يعني ملتفين حضرتك بشكل خاص، حضرتك واحد منهم، هم واكتر حد حاسس بيهم انك كنت بتمارس اللعبه، يعني طلبوا حضرتك بايه وتوعدهم بايه في الفتره الجايه؟ هم طلبوا ان انا اشاركهم تدريب الفتره اللي جايه عشان عندهم تصفيات في المنتخب، فانا وعدتهم بده باذن الله، وفي اقرب فرصه هكون موجود. انا سعيد جدا جدا بالافتتاح النهارده، سعيد جدا جدا بمجلس الاداره زمايلنا واخواتنا، سعيد جدا جدا بحضور كابتن محمود الخطيب، كان مهتم جدا بالموضوع، وطبعا دكتور اشرف صبحي يعني مش غريب عليه التواجد في احداث زي دي، وطبعا هو من اسره الكاراتيه يعني، فدي طبعا ليها معزه خاصه عنده، فدي كانت حاجه شعور جميل جدا، طيب منه جدا، شرفنا ونورنا. وباذن الله بنوعده بانه النادي الاهلي ماشي بخطوات على التوازي، اذا كان في تطوير النشء رياضيا، تطوير النشأ ثقافيا واجتماعيا، كمان تطوير زي ما بنطور الموارد البشريه بنطور كمان المنشآت، بنقدم خدمات وتسهيلات لاعضاء النادي عشان على قد ما بتبقى متوفره الادوات المناسبه على قد ما بيشجع اللاعب ان هو يكمل، بيشجع اللاعب ان يبقى عنده طموح. فباذن الله ده هيصب اكيد اكيد هيعود بالنفع. وانا بفكرك كل الناس اللي عملوا الافتتاح النهارده اللي سنهم ما بين 6 و7 سنين و9 سنين و12 سنه دول هيبقوا نواه لميداليه اولمبيه، واذا كنا عايزين ميداليه اولمبيه فلازم نبص للمرحله السنيه دي. فان شاء الله باذن الله احنا بنوعد بحاجات كتير كويسه جدا الفتره اللي جايه، ومزيد من النجاحات اللي هتعود بالنفع على اعضاء الجمعيه العموميه. وميرسي مره ثانيه، انا على المستوى الشخصي ممتن لمجلس الاداره ثاني وثالث ورابع، ومتشكر جدا ليهم. شكرا دكتور، نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ميرسي جدا ليكم، ميرسي، نورتونا. امير، ده كان لقائنا مع دكتور مهند مجد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مستمرين في تغطيتنا المتواصله والحصريه لافتتاح صاله الكاراتيه النادي الاهلي. كلمه ليك.
بشكرك توفيق، شكرا جزيلا. طبعا اللقاء كان مهم جدا مع دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وبطل العالم السابق في الكاراتيه. طبعا بالمناسبة طيب دي صالة الجمباز في النادي الأهلي اللي تم تطويرها وتحديثها بشكل كبير جدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويمكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصحبة الكابتن محمود الخطيب يلقي نظرة على هذه الصالة، واللي أعتقد أن هي أو تم خلاص تطويرها على أحدث المواصفات وأحدث الأجهزة الخاصة ب طبعا الجمباز داخل النادي الأهلي. بصراحة العديد من الاتجاهات اللي بيسير فيها مجلس إدارة النادي الأهلي، ولازم نوجه له كل التحية والشكر ومستنيين منه المزيد والمزيد دايما. زي ما قلنا وبنعيد تاني، النادي الأهلي بيضم أكتر من 20 لعبة. افتتاح صالة الكاراتيه النهاردة ده بيعكس مدى اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي بجميع الألعاب داخل القلعة الحمراء، مش بس كرة القدم، لا انت بتهتم بكل الالعاب، اكتر من 20 لعبه زي ما بنقول لحضراتكم، علشان تدعم كمان المنتخبات الوطنيه بالابطال ان شاء الله يجيبوا بطولات وميداليات كثيره لمصر ان شاء الله باذن الله. بصراحه حاجه اكثر من رائعه ويوم اكثر من رائع النهارده، واكيد كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم من كل تحديات في مختلف المجالات. استاذ عصام، في اي كلمه اخيره حابب تقولها؟ لا بصراحه بقول مصر بتشتغل، انا عجبني اول عنوان ده، بتشتغل على مستوى الدوله المصريه ممثله في مسؤول الرياضه دكتور اشرف صبحي، الانديه ودورها الاجتماعي والانساني، واستفاض الكابتن خالد في شرح ما هو داخل المؤسسه الحمراء وباعتباره ايضا من اسره النادي الاهلي. فالهيئه مصر بتشتغل، ده عنوان مهم يبقى يساوي على طول ان القادم باذن الله افضل بكثير ان شاء الله. كابتن خالد حابب تقول ايه؟ كل التحيه والشكر والامتنان لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره الذين وعدوا واوفوا بعدهم بالنسبه للكاراتيه، وانجازاتهم داخل النادي الاهلي واضحه كامل الوضوح. بتكلم كعضو جمعيه عموميه، بتمنى لهم مزيد من التوفيق والانجازات. كل حاجه بيعملوها ظاهره على ارض الواقع، بيعملوا لمصلحه بلد من خلال النادي الاهلي، لنشء حفاظ على نشء يخرج لمصر ابطال عالميين دوليين يشرفوا مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد. شكرا لحضرتك كابتن امير، تشرفت بحضرتك. استاذ عصام شلتوت عاشق مصر والنادي الاهلي، شكرا، اتشرفت بحضرتك كابتن خالد. بشكرك يا استاذ عصام ان شاء الله، ومبارك لك بقى وانت عندكم ابطال اولمبيين ان شاء الله. نورنا وشرفنا دايما، شكرا جدا، ربنا يخليك يا استاذ عصام. طبعا دي كانت تغطيتنا الحصريه لافتتاح صالة الكاراتيه داخل النادي الأهلي وبتحديد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهذا الحلم المنتظر واللي تم تحقيقه اليوم من خلال احتفالية بهذا الإنشاء الجديد وهذا أو هذه الصالة الجديدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة في حضور الكابتن محمود الخطيب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وزير كمان الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. دي بداية لافتتاحات كتير جاية إن شاء الله بإذن الله، في تحديات كتير، في شغل كتير جدا هيقوم به مجلس إدارة النادي الأهلي وهيتم الإعلان عنه لاحقا، بالتحديد من الجانب الإنشائي هيكون في إنشاءات كتيرة وعديدة بتخص النادي الأهلي وأعضائه، وإن شاء الله كلها هتكون أخبار سارة ومفرحة بالنسبة لكل أعضاء النادي الأهلي في كل مكان. خليني سريعا بس أعيد عليكم خبر مهم جدا قبل ما نختم، وهو إن شاء الله يوم السبت اللي جاي هيكون في اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي دعا عليه الكابتن محمود الخطيب لاجتماع طارئ في بالتحديد في تمام الساعة 4 عصرا يوم السبت المقبل لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء، والرد على هذه التجاوزات وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره. ده اكيد خبر مهم كان لازم نختم بيه. كمان خليني اقول لكم سريعا قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد امام حرس الحدود اللي اعلن عليها مستر مارتين لاسارتي المدير الفني. القائمه ضمت حوالي 19 لاعب: شريف اكرامي، محمد الشناوي، حسام عاشور، سعد سمير، عوده رامي ربيعه، وايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، وباسم علي، اسلام محارب، وكريم ندفيد، وعوده كمان حمدي فتحي، صلاح محسن، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وايضا عوده احمد الشيخ،
وكمان جونيور أجايي وجيرالدو. دول يعني القائمة اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي. وفي أخبار سر بعودة بعض المصابين، وإن شاء الله هيكون المصابين الآخرين اللي يعني بيعانوا من إصابات مختلفة إن شاء الله يكونوا داعم كمان خلال الفترات المقبلة لصفوف فريق النادي الأهلي بشكل عام. كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيبذل مجهود أكثر من رائع في مختلف المجالات، وإن شاء الله دايما يكونوا موفقين. دي كانت تغطياتنا النهاردة على مدار تقريبا حوالي 3 ساعات ونصف لافتتاح النادي الأهلي لصالة الكاراتيه داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خبر سعيد، يوم سعيد إن شاء الله، أيام كتيرة تكون أسعد وأسعد لكل جمهور وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان. إلى اللقاء.